السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بمهرجان ربيع سواق في 2016. احنا موجودين في الحديقة اللي شمال قناة الريان تحديدا مقابل كورنيش، اللي هي الحديقة الجديدة وتعتبر الحديقة شرق الديوان الأميري. موجود معكم في الاستوديو الليلة أنا وأخوي خالد الكبيسي. نعم، مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في ثالث يوم تغطيتنا لمهرجان ربيع سوق واقف على شاشتكم، شاشة قناة الريان، وإن شاء الله راح ننقل لكم كل فعاليات المهرجان أول بأول من قلب الحدث. لكن في البداية مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا المتواجد معنا اليوم علي التميمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية في فندق سانت ريجيس ومنتجع القصار. مرحبا وسهلا فيك يا علي. الله يرحب بك، مساكم الله بالخير جميع، اخوي حمد واخوي خالد، شاكر لكم على الاستضافه الطيبه. الله يحفظك، احنا اللي شاكرين لك وشرفنا وجودك معنا في التغطيه الخاصه لمهرجان ربيع سوق واقف. كذلك مشاهدينا الكرام معنا على اساس ننقل اول باول سير المهرجان زملائي واخواني في قناه الريان، ندباء قناه الريان، اخوي غانم المعاضيد موجود في ساحة الحمام، وكذلك محمد الشهراني موجود في المنطقة 2 اللي هو مسار السوق، وكذلك أحمد الشمري موجود في مطعم The Village. أحمد بيكون معكم في فقرة حياكم في سوق واقف. أحمد مساك الله بالخير، وإخواني مساكم الله بالخير، والكلمة عندك يا أحمد. مساك الله بالنور والسعادة يا حمد، أنت وضيوفك الكرام وأخوي خالد الكبيسي، الأجواء جدا جميلة. ما أدري إذا تسمعون ولا لا، لكن الأجواء موجودة في سوق واقف، بدأت الناس التوافد على سوق واقف، أجواء جدا جميلة، وإن شاء الله راح أكون معاكم في فقرة حياكم في سوق واقف، مسابقات وخير، ونحاول نعيش الأجواء الجميلة مع بعض. عندنا 12 باب نفتح مع مشاهدين الكرام على شكل فقرات متتالية إن شاء الله بنطلع معاكم فيها، إن شاء الله يا رب الكل ربحان معانا ونستمتع كلنا بهالأجواء الجميلة. مثل ما ذكرت إخواننا بيغطون الأجواء اللي موجودة في السوق، نبي اتصالاتكم على 5 4 1 8 1، 5 4 1 8 1. أسئلتنا اليوم جدا شيقة، وإن شاء الله يا رب تكون سهلة على متصليننا، ونرجع لكم في الاستديو إن شاء الله. نعم، يعني هذا مثل ما قال أخوي أحمد، مشاهدين الكرام احنا صار لنا الحين 3 أيام وكل مره نطلع مع احمد وتصلوا على 5 4 1 8 1، وفي جوائز وفي ان شاء الله باذن الله كل ما يسركم في برنامج حياكم في سوق واقف، راح يطلع احمد معانا يمكن 4 أو 5 مرات من خلال هذه التغطيه. نرجع لضيفنا الكريم علي، في البدايه لو يعني تحدثنا عن انطباعك عن مهرجان ربيع سوق واقف. والله في البدايه يعني دائما يقول لك أول ما تدخل سوق واقف وتشوف الفعاليات الموجودة في كل زاوية في سوق واقف، شيء جدا جميل بالفعاليات الجديدة اللي قاعدة تصير في سوق واقف وتنوعها، سواء كانت ثقافية أو ترفيهية، وتشوف كل الفئات السنية سواء كبار وصغار، شيء جميل صراحة. ومختلف الجنسيات حتى تشوف، مش بس الدوحة، تشوف الأجانب، تشوف الدول من دول الخليج. فانطباع يعني اللي يدخل سوق واقف يشوف الشيء ذي يلاقي انطباع وبهجة في أرجاء سوق واقف في كل مكان في زاوية. نعم، هو حتى إدارة سوق واقف يعني إدارة المهرجان بالتحديد يعني كان هدفها أو جمهورها المستهدف اللي هو العائلة كاملة. فإذا جات العائلة سواء كان ولي الأمر الأب معه الأم معه الأطفال، كل واحد فيهم بيحصل مثل ما يقولون ضالته. فكل الفعاليات يعني موجودة في سوق واقف. لكن ودنا نسألك محمد، بحكم أنك مدير مبيعات في فندق سانت ريجيس، أهم شيء أنتم ممكن توفرون عندكم للسائح تقريبا أو الإنسان اللي قاصد هذه البلد؟ وطبعا كفنادق احنا دورنا الأساسي هو تقديم الخدمة والضيافة للضيف اللي جاينا، فنحاول نقدمها بأفضل صورة ممكنة، سواء من ناحية المطاعم تفضيل أفضل الخدمات في المطعم والأكل بأنواعه، التنوع في الأكل، الخدمة بنفسها تكون موجودة في الفندق، سرعتها وجودتها، هذا هو أهم شيء اللي يحكم الفندق طبعا بمستواه وتقديمه للخدمات للضيف. نعم. يعني هذا اللي احنا نحاول نوصل له، يطلع الضيف وهو مرتاح راضي، يحس انه في بلده ثانيه، يعني في ديرته مو ببيت. نعم علي، احنا يعني مهرجان ربيع سوق واقف مش بس للسياحه، وانما هو لتنشيط السياحه والاقتصاد. وجودك معنا اليوم راح نستغله ان شاء الله في ان احنا نستفيد قد ما نقدر من المعلومات اللي عندك ونوجهها لمشاهدي الكرام مشاهدين قناه الريان. لكن الحين مشاهدينا ننتقل الى اخوي غانم العلي من ساحه الحمام. غانم الكلمه عندك.
شكرا لك اخوي خالد ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، اسفرت وانورت بمتابعتكم لنا ومشاهدتكم لقناة الريان في تغطيتنا المميزة اللي هي مهرجان ربيع سوق واقف. هتجيبكم لليوم الثالث على التوالي من ساحة الحمام، ولليوم الثالث ايضا مشاهدينا الكرام اقول لكم ابشروا باللي يسركم ويسعد قلوبكم ان شاء الله. كل الفعاليات اللي موجودة في ساحة الحمام راح تظهر لكم ان شاء الله على شاشة قناة الريان، ابتداء من قبة سوق واقف اللي تحتوي على سينما 7D او ايضا كل الفعاليات الاخرى اللي موجودة، فعاليات التعابين، فعاليات المسرح، وايضا فعاليات الفرق الشعبية. مثل ما قلت لكم كل اللي ان شاء الله يسركم ويسعد قلوبكم بتشوفونه على شاشة قناة الريان، خلكم معنا. يضيف الاستديو صح؟ يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير، رجعنا لكم رجعنا لكم من جديد في يوم ثالث يجمعنا معكم اعزائي المشاهدين. الفعاليات جدا مجله وراح نكون معكم في فقرات متتاليه نعرض لكم الفعاليات اللي موجوده، ايضا الفرق الفنيه راح تكون موجوده. انا متواجد حاليا في الساحه اللي في مسار السوق بجنب مطعم دمسكوان، هذا غير المطاعم اللي موجوده، راح نقول لكم على الاشياء ايضا الثانيه في فقراتنا الجايه باذن الله. مشاهده ممتعه لكم على قناه الريان وتغطيتنا المميزه لمهرجان ربيع سوق واقف. لازم متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في التغطية الخاصة بمهرجان ربيع سوق واقف 2016، لكن خلونا نعرض لكم مشاهدينا الكرام تقرير يعرض لكم كل الفعاليات اللي موجودة في سوق واقف والفعاليات. خلونا نشوف معكم هذا التقرير ونرجع نكمل معكم في الاستديو. قصت أيام المهرجان 15 الذي يستضيفها السوق بالعديد من العروض التي وزعت على النحو التالي: العرض الرئيسي عرض سيرك النافورة العملاقة، والذي يقام يومياً من 22 من شهر يناير وحتى 5 من شهر فبراير، وذلك من خلال عرضين ابتداءً من الساعة 4:30 مساءً وحتى 8:40 مساءً. الأسبوع الأول من عروض مسار السوق تبدأ من 22 من شهر يناير وحتى 28 منه، ويحتوي على 4 عروض، هي عرض المهرجين ويقدم على 3 فترات ابتداء من الساعة 3:30 عصرا وحتى 7:30 مساء، عرض الأضواء ويقدم على 4 فترات ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى 9:30 مساء، عرض المشاة المضيئة وعرض جسر الألعاب ويقدمان على 3 فترات ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. الأسبوع الأول من عروض حديقة سوق واقف تبدأ من 22 من شهر يناير وحتى 28، وفيها عرض الفراشات المشاة العملاقة ويقدم على فترتين ابتداء من الساعة 4:30 مساء وحتى 6:30 مساء، عرض الحمام ويقدم على 4 فترات ابتداء من الساعة 4:30 مساء وحتى 9:30 مساء، عرض القفز ويقدم على 3 فترات ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى 9:30 مساء، عرض المهرجين ويقدم لفترة واحدة ابتداء من الساعة 8 مساء وحتى 8:30 مساء، عرض مشاة الطبيعة ويقدم على 3 فترات ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى 9 مساء. أما عروض حديقة الفنون التشكيلية فستقام على المسرح المفتوح يوميا من الساعة 4:30 مساء وحتى 9:30 مساء،
مركز سوق واقف للفنون يحتوي أيضاً على فعاليات على مدار أيام المهرجان، وذلك يومياً من الساعة 4:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً، وهي ورش زهور الربيع بالسيراميك والديكوباج، جداريات الخط أشعار الربيع، فن الإبرو الرسم على الماء، فن التشكيل بالزجاج، ملتقى فنانين ربيع قطر، ورشة نحت زهرة الصحراء. مشاهدي الكرام، مثل ما شفنا هذا تقرير عن جميع الفعاليات الموجودة في مهرجان ربيع سوق واقف، وهذه الفعاليات كلها تقدرون تحصلون عليها عن طريق موقع سوق واقف، كل الفعاليات بأوقاتها، وتقدر تحدد متى تجي هذه الفعاليات وإيش الفعالية اللي أنت تبغيها. الحين مشاهدي الكرام، احنا مستمرين معاكم، لكن ننتقل إلى حياكم في سوق واقف مع أخوي أحمد الشمري والجوائز. وعندك يا أحمد. يعطيك العافية أبو محسن، ومساكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بنبدأ فقراتنا اليوم البرنامج حياكم في سوق واقف مع الأجواء الجميلة هذه، اللي إن شاء الله يا رب أنكم تتصلون وتربحون على أساس نعيش الفرحة كلنا مع بعض. برنامجنا أو فقراتنا بقولها لكم بشكل سريع، 12 باب بالباب، أنتوا حظك شو يطلع لك وراء. أما يطلع لك سؤال على الطائر ب1000 ريال، أو يطلع لك الحق ما تلحق 3000 ريال، 5 أسئلة جدا بسيطة إجابتها صح أم خطأ، جاوب عليها بظرف دقيقة واحدة بتربح 3000 ريال. وعندك سؤال واحد، المحظوظ اللي بيطلع لنا هالسؤال هذا اللي وراء واحد من بين ال 12 باب، اللي هو السؤال الذهبي ب 5000 ريال. طبعا خلونا نتكلم شوي عن السوق بالبداية قبل لا نطلع أو ناخذ اتصالاتكم. تشوفون يمكن الفرقة الشعبية اللي طلعت من قبل شوي، اللي هي الفرقة التراثية الإقطرية، وأيضا في هناك فرقة رجالية غير الفرقة هذه النسائية، غير الفرق الأجنبية اللي موجودة في السوق مثل ما تكلموا أخواني في الاستديو. تشوفون الآن توافد الناس الجميل على سوق واقف. أنا أعتقد سوق واقف ما يتفوت في الأجواء هذه اللي هي مدة المهرجان، لأن سوق واقف قمة حيويته، هو دائما ما يكون حيوي، لكن الآن مهرجانات وحفلات، وأيضا الفرق اللي موجودة، تجمع الأطفال، تشوفون الألعاب اللي موجودة كلها في سوق واقف. ممكن الواحد يجي هو عائلته يستانس، أو الكبير بيستانس، الصغير بيستانس، الكل بيستانس. مطاعم موجودة بأشكالها بأنواعها بألوانها الجميلة اللي في السوق، وأيضا الفعاليات اللي موجودة هذه. زوروا سوق واقف، تدرون أن كلامي صحيح وتدرون أني ما قاعد أبالغ، أجواء جدا جميلة، وإن شاء الله يا رب تتصلون وتربحون جوائزنا وتجون تصرفونها إن شاء الله في سوق واقف. خلونا نبدأ ناخذ اتصالاتنا، ومعانا أول اتصال نقول يا مرحبا بكم. أسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك طال عمرك؟ خير الله يسلمك، شلونك؟ يا مرحبا يا مرحبا، خير يا مال خير. أنا صراحة معنوياتي جدا عائلة، قاعد في السوق يمرون علي الزحمة الجميلة هذه اللي في السوق، تخلي الواحد ينبسط والله العظيم وهو يقدم. قول لي متحمس؟ إيه، أنت أنا ترى من تبعين طبيبي ومتابعيني. يا مرحبا بكم أسهلا، يا مرحبا بكم أسهلا. يلا إن شاء الله يا رب عاد تفوز إن شاء الله بإذن الله. حظك زين ولا لا؟ الحمد لله. طيب حلو، شوف عندك انت 12 باب، اول متصل عنده فرصه يختار الباب اللي يبي، ممكن يطلع لك سؤال ذهبي ممكن لا. انت والله متصل، تبي الذهبي ولا تبي اي شيء؟ شوف انا الصراحه ما بدي يعني هذا الطاير ولا بالذهبي، خيرهم الوسط يعني، الحق ما تلحق. الحق ما تلحق، بتلحق عوض كريمه، بتلحق ايه ان شاء الله. الحق ما تلحق سؤال اعصاب، يعني تخيل تقول صح والاجابه غلط تخسر 500 ريال، تخيل. العوض ولا الحريمه يا شيخ. يلا ان شاء الله يرد تربح 3000. البيبان بتطلع قدامك على الشاشه، اختار لي باب. رقم 3 ان شاء الله. رقم 3 شو تتوقع؟ ان شاء الله اذا الله كاتب ان شاء الله يلحق ما تلحق باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. يلا خلنا نشوف باب رقم 3، افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، زين. طبعا انت عارف ان الكلمة اللي بتطلع منك، الجواب اللي بيطلع منك بثبته إن شاء الله. يعني ركز معاي، لا تقول إجابتك إلا إذا كنت متأكد منها، لأني بعتمدها على طول. طيب إن شاء الله يكون سهلة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. طيب سؤالك يقول، أبي أشوف لك سؤال زين. أنا يقول لك ميناء إقطري تم تصميمه لاستقبال أكبر سفن الشحن في العالم،
ميناء الدوحة، ميناء حمد. شوف تسرعت انت. احنا قلنا اول اجابه بنثبت. لا ان شاء الله ما في يعني محاوله. شوف انت الحين اعطيتني اجابتين صح؟ ايه زين، انا ابي اجابه واحده عشان اثبتها. ميناء حمد. ميناء اقطري. ميناء حمد اثبت؟ والله العظيم خايف يعني. اثبت؟ ايه ثبت. توكل على الله، اجابتك صحيحه. 1000 ريال تستاهل. ابي تركيز، ابي تركيز يا جماعه الخير. ميناء اقطري تم تصميمه لاستقبال اكبر سفن الشحن في العالم، ميناء حمد. ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شلون اسم عبد الرحمن؟ الحمد لله. ام عبد الرحمن. هلا اخوي. شلون الساش طيبه؟ الحمد لله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ام عبد الرحمن شلون اجواء السوق معك؟ الحمد لله ماشي الحال. حلوه الاجواء ولا لا؟ ايه روعه. على كل هالفعاليات تقول لي ماشي الحال ما يصير. جيت السوق ولا لا؟ والله لحد الحين على اساس بكره بنجي. تعالي وعلى مسؤوليتي انكم تستانسون. ان شاء الله تسلم. زين ام عبد الرحمن وتونين، احنا فقراتنا لازم تكون فيها تركيز، لازم تسمعيني عدل لان الكلمه اللي بتطلع منك بثبتها، فقصري على صوت التلفزيون ولا تونين واسمعيني من التلفون. ان شاء الله. يلا نتوكل على الله يا ام عبد الرحمن، بيبان بتطلع قدامك على الشاشه، راح منها باب رقم 3 بس وعليك انت الباقي. يلا اختار رقم 2. رقم 2 اخترتيه بسرعه، شو تتوقعين وراه؟ والله ما ادري الصراحه. زين نتوكل على الله ونفتح باب رقم 2 ونشوف شو اللي وراه. افتح يا باب. الحق ما تلحق. الحق ما تلحق. ممتاز. عبد الرحمن. هلا. الحق ما تلحق، شنو يعني الحق ما تلحق؟ ان شاء الله بكون سريعه. يعني خليك سريع. ان شاء الله. يعني تلحق ما تلحق. عبد الرحمن ابي تكوني سريعه. طيب الاجابه. ما في مساعدات. لا امورك طيبه، انت بس ركزي. شد شد علي اجابه بس. ما سمعت. شد لي علي اجابه. ان شاء الله، شوفي ان شاء الله انك انت تجاوبين صح، ان شاء الله. شوفي عندك 5 اسئله. تجاوبين عليهم تاخذين 3000 ريال، اجابتك الاولى ب 1000 ريال اللي بعدها 500 ريال. وعبد الرحمن تسمعين الصوت اللي وراي؟ شوي. يعني الصوت انا عالي عندي، فابي تتعلين صوتك الاجابه تقولينها وانت واثقه منها. تستعجلين شوي لان عندك دقيقه وخمسه اسئله. ان شاء الله. يلا بسم الله نتوكل على الله. بدت الدقيقه. كلمه تهيد والتي استخدمها مرور قطر في حملاته تدل على طلب تخفيض السرعه، صح ام غلط؟ صح. 1000 ريال. في عام 1949 تم تصدير أول شحنة من النفط الخام من دولة قطر، صح أم خطأ؟ صح. 1500 تأسست إدارة أمن السواحل والحدود في أواسط الخمسينيات، صح أم خطأ؟ صح. ممتاز. في عام 2012 تم افتتاح فندق النجادة والجسرة والرميلة ومشيرب والمرقاب، صح أم خطأ؟ يا سلام عليك. تأسس الاتحاد القطري للفروسية عام 1979، صح ام خطأ؟ صح. 3000 ريال. ممتاز 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 ممتاز. يعني ما شاء الله جاوبت كل الأجوبة صح وجابتها كانت صح وربحت 3000 ريال. هذا اللي أبيكم تجاوبون. معلومات عامة جدا جميلة نسمعها نحفظها ونجاوب عليها صح وناخذ 3000 ريال. ممتاز. الحين بطلع معاكم فاصل قصير وراجعين لكم واستمتعوا بهالفعاليات الجميلة. Thank you.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. ومثل ما انتم تشوفون جزء من جماليه الدوحه في كورنيش الدوحه معنا في الاستوديو تحديدا اللي هو استوديو تغطيه مهرجان فعاليات مهرجان سوقواقف 2016. نذكركم مشاهدينا ان ضيفنا الليله هو علي التميمي مدير المبيعات في منتجع القصار في فندق سانت ريجز. لكن قبل أن نروح لضيفنا ودنا نذكر مشاهدينا الكرام حتى اللي يسمعونا على 97 اف ام وجايين السوق واقف، ترى بعض العروض بدت وبعض العروض راح يبدا بعد شوي، اللي هو مثل عرض سلك النافوره العملاقه يبدا 4:30 وفيه العرض الثاني يبدا الساعه 7:30 وفي كذلك بعد بعض العروض اللي هي المهرجين مثل ما انتم تشوفون على الشاشه فيه الساعه 4 العرض الاول، العرض الثاني الساعه 5:30، العرض الثالث الساعه 7:30. في بعض العروض مثل عرض الأضواء يبدأ 5:30 بعد ساعة. فيه العروض اللي أقرب عروض الحين نذكركم فيها، عرض المشاه للفراشات العملاقة اللي خالد سميها ساحرة ساحرة طيارة يكون الساعة إن شاء الله تعالى 5 يعني بعد نص ساعة، لا مو بخمس 4:30 4:30 إيه. حنا أثناء سوالفنا وحديثنا برح ننقلكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام والكثير حمد إيه أجزاء من الفعاليات اللي في سوق واقف. نعم والكثير مشاهدينا الكرام من الفعاليات، والسنة هذه يعني المهرجان يختلف عن السنوات اللي قبل، في فعاليات جديدة مثل ما ذكر أخوي حمد النافورة العملاقة أو سيرك النافورة العملاقة، هذا عرض جديد لأول مرة، وفي كثير من الفعاليات. وإحنا مثل ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام حتى اللي مو عنده الجدول يقدر يدخل على موقع سوق واقف ويحصل على الجدول مواعيد الفعاليات ويحدد الوقت اللي يبغى يجي فيه مع عائلته. الحين مشاهدينا الكرام عندنا مثل ما ذكر اخوي حمد علي التميمي مدير إدارة المبيعات الحكومية في فندق سانت ريجس منتجع القصار. علي شلون نشوف حجم الإقبال على المهرجان؟ والله حجم الإقبال هالسنة هذه أكثر من السنة اللي طافت وملحوظ هالشيء، هذه حتى من أول يوم لين ثالث يوم أتوقع زاد الإقبال عن أول يوم ما شاء الله، يعني مو بس الضيوف اللي من برا حتى هل الدوحة قاموا يشاركون ويجون سوق واقف عشان يشوفون ويأخذون عيالهم حق الفعاليات هذه، لأن الفعاليات ما صارت مقتصرة على الأطفال بس. نعم. حتى على الكبار يعني. نعم. حتى لو في فعاليات عالية حق الصغار، الصغار يبون على ما قال الكبار. احنا تكلمنا عن إقبال الجماهير على فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف، والحين راح نشوف هذا الإقبال على شاشاتكم شاشة قناة الريان على الهواء مباشرة مع غانم العالي. الكلمة عندك يا غانم. شكرا لك اخوي خالد، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مره ثانيه من ساحه الحمام اللي تحتوي على اعداد كبيره وهائله من العروض والمفاجات ايضا. مشاهدينا الكرام دائما اذا جينا نبي نحكم على عرض محدد او على العروض بشكل عام، دائما ما احنا نحكم على العرض من راي الزوار والجمهور اللي حضروا هذا العرض. ما بطول عليكم مشاهدينا، خلينا نلتقي بضيوفنا اللي صدناهم وهم طالعين من سينما 7D اللي هي في قبه سوق واقف، ناخذ رايهم عن سينما 7D وايضا عن العروض بشكل عام. يا هلا ومرحبا فيك، ارحب بك على شاشه قناه الريان، بس عرفني باسمك. اخوك عايض الهاجري. يبا يا هلا مرحبا فيك اخوي عايض. اخوي عايض كلمني عن عروض سوق واقف والفعاليات اللي موجوده في ساحه الحمام هني، وين رحت والشف؟ والله اول شيء جينا حق المسابقات هذه، وكذلك دخلتنا مع العيال اللي هو قبه السينما العروض التنانين، وكذلك ساحه الفرق الشعبيه هذه، وكذلك الفرق السوريه الموجوده او الاردنيه. اي نعم هذا اللي شفته لحد الان، والبقيه ان شاء الله من معنا. والبقيه ان شاء الله جايه في الطريق. رحت انت، انا شفتك من ساعه اول ما اخذتك وكنت توك طالع من السينما، صح ولا لا؟ صح. قول لي شفت في السينما 7D؟ تنانين. شنو فكره الفيلم؟ تقدر تشرحها لي؟ ايه. طيب انا حاب اسالك، شو الفرق بين سينما 7D اللي هي موجوده حاليا هني واللي دخلتها في سوق واقف؟ احنا حاليا قاعدين نشوف لقطات على الهواء على هذه او على سينما 7D، ولكن ايضا رايك يهمني. قل لي شفت، او عفوا سؤالي كان ان السينما شلون وصفها من داخل؟ مدوره. والمكان كله شاشات صح؟ صح. ان شاء الله الايام الجايه المهرجان ان شاء الله يمتد، وفي ايام ان شاء الله جايه قريبه وان شاء الله بتكون موجود انت فيها، صح ولا لا؟ صح ان شاء الله باذن الله. وانت شفت؟ شفت الديناصور داخل؟ المهرجين اللي يمشون ويناقزون شفتهم؟ صورت وياهم؟ اكيد صورت وياهم؟ اكيد. زين
رحتوا الباني، ركبتوا الباني، ركبك ابوك؟ الحين بنركب ان شاء الله. الحين تركبون الباني؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لكم ان شاء الله وقت سعيد في مهرجان ربيع سقواقف. يا هلا ومرحبا فيكم، وايضا مشاهدينا الكرام تغطيتنا مستمره، ومفاجآت قناة الريان لمشاهدينها ومتابعينها ايضا مستمره، وانا على كلمتي من البدايه، ان شاء الله كل شيء راح يسر قلوبكم ويسعدها باذن الله الواحد الاحد. مشاهدينا الكرام راجعين لكم، خلكم ويانا. مشاهدين رجعنا لكم بفقراتنا المتنوعة ومتوزعة لتغطية مهرجان ربيع سوق واقف. حاليا وراي فرقة بصبار توها أنهت من الفن الأول لها، وفي فنون جاية راح تكون مستمرة، فقط جيتكم تكفي للحضور هذه. أيضا هناك الفعاليات، عروض المهرجين، العروض الضوئية، أيضا جسر الألعاب راح يتواجدون على أوقات متفرقة ابتداء من الساعة 4 لين الساعة 8، عقبه بعد في فعاليات ايضا في المسار الثاني او في المنطقه الثانيه اللي عند اخوي غانم العلي. تقريبا هذا كل اللي موجود حاليا في مسار السوق. الفقرات التاليه واللي بعدها ان شاء الله راح نستمر في تغطيتنا لمسار السوق. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام المرة الثانية مع فقرتكم حياكم في سوق واقف. يمكن تسمعون الفرقة اللي وراي مثل ما قال أخوي محمد سهراني، هي فرقة أبو صبار، تقدم ما يقارب
من 10 إلى 15 فن مختلف أو لون مختلف من الفنون في سوق واقف لمدة التغطية اللي هي موجودة فيها في فن العاشوري، فن الخمري، فن البحري، العديد من الفنون اللي ما تحضرني أساميهم الآن، مسوين جو جدا جميل في السوق. الأمانة أنصحكم بالتواجد سوق واقف، دائما ما يكونون هم في نص الدائرة اللي موجود سوق واقف والزحمة كلها عليهم يتفرجون. وأيضا في هناك الفرقة الجوالة، الفرقة النسائية في سوق واقف اللي تجول على سوق واقف، فيها العديد من الفنون اللي تقدمها، تمثل أيضا العرس القديم، العرس القطري القديم، طبعا مجموعة جدا جميلة من الفنون اللي موجودة في سوق واقف. المهرجانات، العروض اللي قاعد يقدمونها في سوق واقف في مهرجان ربيع 2016، يمكن 14 أو 15 يوم من أجمل أيام سوق واقف في السنة. أتمنى من الجميع هم يجون يستمتعون، ما راح أعيد وأزيد، تعالوا بنفسكم وشوفوا الأجواء الجميلة اللي في سوق واقف. خلونا نرجع لاتصالاتنا مع مشاهدينا ومتصليننا الكرام، وخلنا نشوف من اللي بياخذ السؤال الذهبي. معانا جاسم من السد، ما شاء الله من أول ما بدأ المهرجان هل السد جدا متفاعلين معانا. جاسم مرحبا. مرحبا بك يا جاسم، شلونك؟ الله يسلمك. يا مرحبا ومسهلا جاسم. هلا. شو تحب تسمع من الفنون؟ أغاني سماعات. أغاني سماعات. إيه. طيب يا جاسم، عدة فنون موجودة في سوق واقف، لازم تجي وتحضر في سوق واقف الفعاليات اللي موجودة. إذا ربحت تعال سوق واقف، وإذا خسرت بعد تعال سوق واقف. طيب. طيب. موفق خير يا جاسم، بطلع لك البيبان قدامك على الشاشة. جاسم، إحساسك اليوم يقول لك إنك تأخذ الذهبي ولا لا؟ إيه إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. جاسم شوف، خذ وقتك، اختار لي باب. باب رقم 6؟ اي. طيب باب رقم 6 شو تتوقع؟ ان شاء الله الذهبي. ان شاء الله ان شاء الله. باب رقم 6 افتح يا باب. سؤال على الطاير جاسم. هلا. سؤالك يقول، طيب مستشفى الوكرة واحدة من أكبر المستشفيات في قطر، في أي عام تم افتتاحها؟ مستشفى الوكرة واحدة من أكبر المستشفيات في قطر، في أي عام تم افتتاح مستشفى الوكرة؟ جاسم لا تجاوب إلا يوم تكون متأكد من إجابتك، لأني بثبت أول كلمة بتطلع منك. مستشفى الوكرة كبير. 2012. ترى ما قاعد اسمعك عدل، عال صوتك. 2012. يا جاسم. هلا. عطني جوابك يا جاسم. 2012. 2012؟ ان شاء الله. متأكد؟ ان شاء الله متأكد. 2012 وإجابتك صحيحة، 1000 ريال مبروك يا جاسم، 1000 مبروك. يا مرحبا بك، تم افتتاح مستشفى الوكرة في عام 2012، أحسنت يا جاسم وإجابتك صحيحة، ومعانا مفلحة من بوسدرة. هلا. حياة الله يا مفلحة. حياك الله حيك. شلون تستاش طيبة؟ الحمد لله. يا مرحبا بك مفلحة. هلا. جيتي سوق واقف؟ لا والله. طيب مفلحة بكل صراحة، أنت شفتي التغطية هذه اللي احنا مسوينها لمهرجان ربيع سوق واقف، قاعد تشوفين الآن المسرح، العروض، السيرك وغيرها من العروض هذه، بصراحة للأمانة ايش رأيك؟ والله جميلة. ممتاز. أجل يا مفلحة، توكل على الله وحياكم سوق واقف واستمتعوا بهالفعاليات ما توفت هذه. مفلحة. هلا. الحين أبيت تشدين حيلك. إن شاء الله. طيب الحين بطلع لك البيبان قدامك على الشاشة، أبيت تختارين باب. أي باب تبين يا مفلحة؟ واحد. مفلحة شو تتوقعين؟ ما أدري، سؤال طاير. يعني تتوقعين سؤال على الطاير.
طيب يمكن يطلع الذهبي. ان شاء الله. زين ان شاء الله يا رب. باب رقم واحد افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. ما ادري ليش توقعون سؤال على الطاير. عندي هنا الحق ما تلحق، وعندي بعد سؤال الذهبي. لكن يلا خلنا نشوف. سؤالك يقول مفلح، اول شيء انا بقول لك سؤال مرتين ثلاث اللي تمرين فيه، بس اهم شيء ما تقولين جواب الا متاكده منه، لان اول جواب بتقولينه لي بثبته. طيب؟ ان شاء الله. طيب سؤالك يقول انشئت لجنه رياضه المراه القطريه في عام 2000، فمتى تم اشهار اللجنه؟ انشئت لجنه رياضه المراه القطريه في قطر عام 2000، فمتى تم اشهار اللجنه؟ هي انشئت في 2000، عام 2000، متى تم اطلاقها او اشهارها؟ يعني انعرفت خلاص ان هذه اللجنه، في متى؟ عد السؤال. انشئت لجنه رياضه المراه القطريه في قطر عام 2000، فمتى تم اشهار اللجنه؟ توقعي 2000 خلصنا وهذه لجنه وكل شيء، يلا خلونا نشهر في اللجنه هذه على اساس الناس تعرف اللجنه هذه. متى تم اشهار اللجنه؟ يلا يا مفلحه. والله السؤال صعب شوي. ركزي، حاولي، بحثي، شوفي، اسالي. ما حد عندك ساعدك؟ لا والله. طيب ما ادري صراحه، ما ايش اقول لك. زين شوفي، حاولي. 2002. عاد انت اعطيتيني اجابتين الحين، انا ابي اجابه واحده على اساس اني اثبتها. زين ساعدني. ركزي معي، بعد بقول لك السؤال، بقول لك السؤال مره ثانيه. انشات لجنه رياضه، ركزي، انشأت لجنة رياضة المرأة في عام 2000، أنا سويت لي لجنة في سنة 2000، خذيت وقتي وكل شيء، يلا أبغي أشهر اللجنة هذه على أساس الناس تعرفها. توقعاتك متى تم الإشهار فيها؟ يعني أنا الحين ذهبت المكان هذا في سنة 2000، يعني توقعاتك كم يبي لي يلا عشان يلا أشهر اللجنة وكذا على أساس الناس تعرفها؟ توقعي. 2001. اجابتك النهائيه 2001؟ ايه. نتوكل على الله ان شاء الله. مفلح انت اعطيتيني 2012، بعدين 2000 وما ادري كم، بعدين 2001، وثبتتي على 2001. ما اقدر اقول لك يا مفلحه غير مفلحه 2001 ولا 2012 الحين، خلص على اجابتك اللي ثبتيها انت 2001، انا ما راح اغير. انت ثبتتي على 2001، صح؟ اوكي. خلاص خليكم واثقين وقولوا اجابتكم، توكلوا على الله. مفلحه انا قلت من بدايه البرنامج ما اقدر اني اخذ اكثر من اجابه، وانت ثبتتي على 2001، ما يصير تغيرين، ف 2001 يا مفلحه. ما ادري ايش اقول لك، لكن مبروك و1000 ريال تستاهلين، اجابتك صح، اجابتك صح يا مفلحه. انا والله توترت من كثر ما ثبتتي في الاجابه. يلا اجابتك صحيحه. طبعا لجنة رياضة المرأة تحت مظلة اللجنة الأولمبية القطرية، أنشأت في 2000 وتم الإشهار فيها في 2001. الحين ما أدري سعنا إن احنا ناخذ اتصال بعد؟ خلونا ناخذ اتصال بعد أو لا، خلونا نطلع فاصل على أساس نقول لكم هذه الفعاليات الجميلة. شوفوا هذه لقطات من سوق واقف الآن، لقطات حية من قبل شوي أول بداية البرنامج، شفتوا اللقطات كان شوي زحمة. هذه الفرقة الأردنية بعد فرقة جدا حيوية في سوق واقف حالها هالفرق الباقية. خلونا نطلع فاصل قصير نرجع لكم، خلكم معانا وتابعوا تقرير. جينا يا دادا جينا على درب الماكينة، سلاح من أبو حمد يلي سيفة حامينا. We'll be right back.
وقفت قبالي وغيرت حالي مثل الغزال بروس العلالي. والله يا حلوة روح من قبالي وانت تدري في النافس ملعونة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ولا زلنا متواصلين معكم ومستمرين في هذه التغطية الخاصة لمهرجان ربيع سوق واقف 2016. نذكركم بأن ضيفنا في الاستديو هو علي التميمي مدير المبيعات في فندق سانت ريجز في مجمع القصار. ونذكركم مشاهدينا الكرام بعض الفعاليات، أنا عندي جدول حق الفعاليات، خالد ذكر أن الفعاليات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في سوق واقف، موجودة على موقع المواقع الإلكترونية. أحد العروض اللي بعد شوي اللي هو عرض حدائق الربيع الساعة 5 يبدأ، اللي هو بعد شوي أقرب العرض. دائما أغلب العروض يكون ثلاث عروض تبدأ من 4:30 وبعضها 5 بعضها 6 بعضها 7 على حسب. في عرض السيرك بيكون 5:30 إن شاء الله تعالى، وفي العرض الثاني 7:30، في عرض حديقة الفنون التشكيلية في المسرح المفتوح عرض السيرك شغال مثل ما انتم تشوفون الحين مشاهدين الكرام. خالد قاعدين ننقل للمشاهدين جزء من الفعاليات. نعم. الكاميرات موجودة في جميع أنحاء. يعني شوف هذا العرض حمد الحين عرض حي الحين صاير مثل ما قال أخوي حمد، تقدرون تحصلون على هذا الجدول أو جدول فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف عن طريق الويب سايت، أو حتى اللي ما عنده يقدر يدخل لما يوصل سوق واقف يدخل أو يروح توجه إلى مكتب الإرشاد السياحي اللي مقابل الشرطة في سوق واقف، وراح يدلون على كل شيء. الكل حتى الشرطة حمد، شرطة التراث. نعم. قسم شرطة التراث الموجود في سوق واقف، الدوريات الراجلة ممكن ترشدك وتدلك على الفعاليات، فما في شيء يضيع. تعال حياك سوق واقف أنت وعائلتك الكريمة، وراح تجد كل ما يسرك بإذن الله. من الأشياء الموجودة مشاهدينا الكرام واللي تتطلب لتنمية السياحة عندنا في قطر ومثل هذه الفعاليات الفنادق، ففي سوق واقف داخل محيط سوق واقف 9 فنادق، وراح نعرض لكم إن شاء الله بإذن الله مشاهدينا الكرام كل يوم من خلال تغطيتنا هذه فندق من هذا الفنادق ونعرفكم عليه. اليوم عندنا فندق بسم الله، هو من أقدم الفنادق الموجودة في سوق واقف. راح نروح معاكم الحين نتعرف على هذا الفندق الموجود في سوق واقف وراجع لكم. فندق بسم الله. يعد فندق بسم الله واحداً من أقدم فنادق الدوحة وأصغر فنادق سوق واقف. هذا الفندق الساحر يضمه السوق في قلبه وبين حناياه، وله أجواء خاصة مع إطلالة رائعة من شرفته على السوق، وهو فندق مثالي للعائلات لصغر حجمه، ما يجعله أشبه بالمنزل مع خدمات فندقية وضيافة مميزة. إنه جوهرة تاريخية توفر إقامة ممتعة نادرة. Thank you.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا معكم فندق بسم الله اللي هو أقدم فنادق سوق واقف، بنعرض لكم مشاهدينا الكرام أثناء سير حلقة الليلة والحلقات القادمة فنادق سوق واقف، أجزاء مهمة جدا في سوق واقف. نذكركم مشاهدينا الكرام أن اللي حاب يجي سوق واقف، المواقف موجودة متوفرة، عندك مواقف مثل الشيوخ، مواقف علوية، مواقف تحت الأرض، كذلك الحديقة اللي حن فيها هي حديقة وتحتها مواقف، والطريق اللي وصلك من المواقف إلى سوق واقف أو حتى أماكن المهرجان موجودة في كل مكان. أنفاق تحت الأرض. نعم، أنفاق، كل شيء متوفر، موجودين الأمن، موجودين حتى المرشدين سياحيا، موجودين كل من هو راح يدلكم، حتى اللوحات الإرشادية موجودة من الممرات حتى إذا طلعتوا فوق. نعم، معنا غانم يا خالد. نعم، نروح حق، بس قبل ما نروح حق غانم حمد، نبي بما أن تكلمنا عن الفندق بسم الله، ومعنا علي التميمي مدير إدارة المبيعات الحكومية في فندق منتجع سانت ريدنس، يعني هذا من مجالك انت، لما تتكلم عن ايش حجم الاقبال المتوقع على الفنادق في قطر عموما وفي فنادق سوق واقف خصوصا؟ طبعا انت تعرف اول شيء سوق واقف بدون الفعاليات هو يعتبر اول وجهه سياحيه لكل ضيف يدخل الدوحه، بحكم انه يتواجد فيه امور كثيره، سواء اشياء تذكاريه، الملابس، الاغراض القديمه الخاصه بالتراث، فما بالك لما يكون فيه فعاليات، يكون الإقبال كبير وأكبر بشكل أضعاف يعني. واللي يستفيد منها الفنادق اللي موجودة في سوق واقف بالإضافة للفنادق اللي حوالين سوق واقف. هل كلهم استعدادات خاصة علي؟ يعني لاستقبال الزوار أو لما يكون في مهرجان أو فعالية؟ هو بالنسبة للفنادق ولا هو استعداد العادي؟ هو التركيز فقط إنه كيف يؤدي أو يعطي خدمة أفضل للضيوف، يعني هذا هو يكون استعداده. إرشادهم سياحياً. إرشادهم سياحياً بإمكانياته، ممكن يسوي الباكجات اللي هو الأسعار الخاصة خلال هالفترة هذه، ممكن إنه عشان يجذب أكبر عدد من الزوار اللي داخلين الدوحة. كذلك بعد علي، ممكن يكون عندكم معرفة إذا كانت معلومة صحيحة أو لا، اللي ممكن يحجز عن طريق الموقع الإلكتروني حق فندق مثلا سانت ريجس، اللي بيحجز عن طريق الموقع الإلكتروني ممكن يكون له يعني مثلا نقول إضافة خاصة أو خصم خاص. أكيد طبعا، لما تحجز على الفندق موقع الفندق دايركت غير لما تحجز عن طريق البوكينج أو تحجز عن طريق المكاتب السياحية، فدائما أفضل إنك تحجز على الموقع الرسمي للفندق، تلاقي ان الاسعار تفرق اكيد عن الاسعار الخاص عليه لما هو اكيد لان تعرف الاخير مكتب السياحه لازم يكون له نسبه، فالافضل انك دائما تروح للفندق دايركت وتحجز. تحجز احنا لو بنتكلم عن يعني الفنادق دائما مرتبطه بالسياحه علي، ويمكن هذا في يعني لو بنتكلم عن مهرجان ربيع سوق واقف والفعاليات اللي موجوده فيه اللي تخص جميع افراد الاسره، لو بنتكلم عن دور هذا الامر في قطر يعني للسياحه او تنشيط السياحه، ونركز على السياحه العائليه، لان هاي شيء نبي ننوه عليه، السياحه مش بس سياحه مدروسه، انها تخص جميع افراد العائله، لو نتكلم عن هذا الامر شلون تنشط السياحه العائليه؟ والله مثل هذا المهرجان، مثل ما شفت الفعاليات الموجوده هذه، هي تنوعها ونوعها هي اللي يفرق طبعا كيف يجذب شرائح السنية المختلفة. فلو تلاحظ هنا عندك السيرك وعندك النافورة وعندك الفعاليات الثانية والفرق الشعبية، فتلاحظ ان في حق الصغير وفي حق الكبير. هذا الشيء الجميل، فلما العيلة كلها تجي للفعاليات الكل يستمتع، وهذا اهم شيء على اساس انك انت تجذب العائلة كاملة، ما تجذب في أجواء. بعد في أجواء، أنا أحب أنوه وأكد على في أجواء محافظة متقيدة بعاداتنا وتقاليدنا الإقطرية. هذا الشيء الجميل طبعاً. نعم. أنك أنت تدخل التراث والهوية في الفعاليات، يعني إحنا رحنا حق السيرك ورحنا يمكن حق النافورة وغيرها، لكن ما زال في اللي هو الفرق الشعبية الخليجية أو القطرية اللي هي تتعرف الناس من برا أو حتى داخلياً، تذكرهم بالماضي وتذكرهم بالتراث. هذه صورة جميلة. حتى بعد أغلب لو تلاحظ موجود في هالقطر بشكل عام، إذا شافوا أحد السياح سواء كان من دول الخليج العربي، ممكن يكون هو القطري، سواء كان خالد أو علي أو حمد أو أي حد، يكون هو يعتبر مرشد سياحي، إذا شاف حد عائلة خليجية أو حد من دول الخليج قال له هذا سوق واقف مثلا، أو هذا الديوان الأميري، أو هذه منطقة الأبراج، هذه حديقة
يعني يعتبر إرشاد سياحي يعني كل شخص كل فرد في الدوحة هو يعتبر مرشد سياحي. نعم. في الدوحة فجميل أنك تعرف شو الفعاليات اللي تصير، وين الأماكن اللي ممكن أي شخص يزورها، لأنك أنت ممكن تمشي في الشارع فتلاقي شخص صحيح. يسألك صحيح. فجميل أنك تتعرف وتكون متثقف خاصة على علم بالفعاليات اللي قاعدة تصير. علي إحنا يمكن يعني داهمنا الوقت، لكن في عجالة لو تعطينا كلمة أخيرة عن أبرز الفعاليات اللي تحرصون على متابعتها من خلال مهرجان ربيع السوداني. طبعا احنا مثل ما شفنا الجديد في فعاليات سوق واقف اللي شفناها النافورة، وعندك اللي هو في الـ 7D السينما هذه اللي مسوينها حق الأطفال. سجلوا عندكم جدا الكرام النافورة الـ 7D هاي من الفعاليات لازم تزورونها. نعم. بالإضافة للفعاليات الثانية أتوقع فيه اللي هو الرسم الحي اللي نعم. سمعت فيه بعد. نعم. إيه نعم هذه جميلة أيضا، غير الفعاليات اللي داخل ممرات سوق واقف، ففي كل زاوية في سوق واقف تلاقي فيه فعاليات فعلا. جميلة نعم. فتنوعها وفي أشياء جديدة غير السيرك اللي شايفينه نعم. فصراحة يعني نعم. الصورة نعم. جميلة في سوق واقف. اللهم لك الحمد والشكر. طبعا احنا حريصين علي على أساس احنا نعرض بعض الفعاليات على شاشة قناة الريان، ولكن بعض الفعاليات أو أغلب الفعاليات مهم موجود، فننتقل بالتصوير من مكان إلى مكان على أساس نرضي مشاهدين قناة الريان. علي التميمي مدير إدارة المبيعات في منتجع القصار في فندق سنت ريجن، صح المسمى؟ إيه صحيح. رأيك؟ آخر شيء شكرا وجودك معنا في التغطية الخاصة لمهرجان ربيع سوق واقف 2016. يوم جميل وصراحة الفيو جميل عندكم هني وجميل تواجدك معنا يا علي. الله يعني والله توني بقول والله يوفقك جميع يا ربي، شاكر لكم على الاستضافة الطيبة. إذا يمرون هالخير من وراك لا تقعد تعوز، هو العوز من المساء يبي يركب من المساء يركب من المساء. الله يحفظك مشكور. نشكر أخونا علي، والحين مشاهدينا الكرام ننتقل إلى نديب قناة الريان غانم العلي، الكلمة عندك يا غانم. شكرا لك أخوي خالد، رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من ساحة الحمام تحديدا من فعالية التعابين. طبعا مثل ما أنتم شايفين أنا شايل الحية على يدي، ومثل ما قلت أمس أنا أكثر واحد صراحة مستانس على الفعاليات اللي موجودة في ساحة الحمام. عادي إحساس عادي، أمس العودة شوي لعوزتنا لكن هاي الصغيرة هادية. خلونا مشاهدينا الكرام نلتقي بضيوفنا اللي كانوا ومشاركين من شوي وشالين الحية واللي عندهم صور. مساك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك، عرفني باسمك أول شيء. صلاح. صلاح، وانت اسمك؟ فهد. فهد، استأنستوا وانتوا شالين الحية؟ إيه. ما حسيت بخوف؟ إيه ما حسيت بخوف. كلش ها؟ إيه. ما شاء الله عليك، وانت حسيت ولا لا؟ لا. كلش ها؟ إيه. أكيد. بطل لأنك صح؟ الله يحفظك إن شاء الله. روني الصورة اللي عندك. في صورة من مساع، من مساع مشاهدينا هو يقول لي أنا إلا أرويكم الصورة وأعرضها على التلفزيون، قلنا له أبشر. يلا. يلا لما تطلع الصورة قد أنا أخذت اللقاء مع الباقيين، يا هلا ومرحبا فيك، شو اسمك؟ سارة. سارة، شليتي أنت هذه الحية اللي على يدي الحين؟ إي. ما خفتي؟ لا. هذه صراحة ما تغرع صغيرة، شليتي العودة؟ إي. شليتي العودة؟ إي. ما خفتي؟ الله يحفظك إن شاء الله، وأنتِ شليتي العودة ولا الصغيرة؟ صغيرة. والعودة؟ لا. خايفة ها؟ شو اسمك أول شيء؟ جوري. شو اسمك؟ جوري. نور، أزين روينا الصورة اللي عندك؟ الجوري عفوا، أزين روينا الصورة اللي عندك؟ أيوة. ها أنتِ كنتِ مشاركة في فعالية القرد، هذه أيضاً من فعالية القرد، عرضيها على الشاشة. كانت مشاركة الجوري في فعالية القرد مشاهدينا الكرام. يلا صلاح روني الصورة مالتك، وين هي؟ يلا بسرعة. لحين صلاح طبعا يدور. انا حاب انوه مشاهدينا الكرام ان هذه المنطقه تحتوي مشاهدينا الكرام على عرضين، عرض او مسابقه او ما اقول مسابقه، عروض ايضا للثعابين وللقرادة ايضا. يلا رونا الصوره. هذه اللي تبي ترويني من مساء؟ لا مو ثعبان ما هاي اللي طلعت عند مع القرد صح؟ ايه. الله يعطيك العافيه. هذا اللي موجود عندنا مشاهدينا الكرام من قسم الثعابين وعروض الثعابين مثل ما انتم شايفين. عدسة قناة الريان ما زالت تلف وتدور بكل انحاء سوق واقف، تعكس لكم ان شاء الله كل الفعاليات اللي موجوده على ارض سوق واقف، وانا بالذات راح اكون من ساحه الحمام، خذتكم بجوله والجولات الجايه ان شاء الله في الوقت القادم، رايحين وراجعين لكم، خلكم معنا. Thank you.
يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم اعزائي المشاهدين في فقراتنا المتنوعه والمتتبعه في سوق واقف في تغطيه مهرجان ربيع سوق واقف. فعاليات جدا جميله، الزوار بداوا توافد من الساعه 4 الى الان. وجهه سوق واقف وجهه عائليه، ايضا شبابيه اللي خاطره يجي يتعرف. حاليا وراي متجر بن تركي السبيعي، وقدامي فندق الخريس، ايضا المطاعم اللي احداه ايرانيه لبنانيه، فاللي خاطره يجي بالعكس يقدر يتعشى ويا اهله، يتعشى ويا ربعه، يروح يشتري الاغراض، خاصه اخواننا الزوار من دول مجلس التعاون اللي خاطره يشتري هدايا اشياء تراثيه من متجر بن تركي السبيعي، يقدر ياخذ ويهدي ويقدر اللي في خاطره فيه بيلقاه. ايضا الفعاليات حاليا متوقفه لان في فتره اذان بتصير بعد شويات، وبعدها بتستمر فعالياتنا. اخواننا الزوار ايضا من دول مجلس التعاون ما شاء الله، وخاصه من السعوديه وسلطنه عمان، نرحب فيهم. وحاليا قدام المكان للاكلات الشعبيه اللي خاطره يبي هريس، تبي مرقوقه، تبي كل اللي تبغى، حتى بلاليط بتلاقي. طبعا هذا الاخوان من سلطنه عمان راح ناخذ اراهم وانطباعهم على مهرجان ربيع سوق واقف وزيارتهم. يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور، والله حيك. اهلين اخوي، مساكم الله بالنور والسرور، حياكم الله بالخير، اهلا وسهلا. اهلين، عرفونا على اساميكم. والله معكم اخوكم احمد ناصر لا الراسبي من سلطنه عمان. رائد بن عبد الله محمد شبلي من سلطنه عمان. ادريس يوسف الحسيني من سلطنه عمان. ونعم الله فيكم. طبعا اول مره تزورون سوق واقف ولا زرتوا من قبل؟ واذا زرتوا ايش رايكم في الفعاليات اللي موجوده الحين بمهرجان ربيع سوق واقف؟ والله وسي، السلام عليكم ورحمه الله. بصراحه سوق واقف ما شاء الله، مهرجان ربيع هذه السنه ابداع ما شاء الله، يعني من ناحيه فعاليات والاشياء اللي تغيرت وايد في السوق بصراحه، والجو ما شاء الله مساعد يعني. بس نمر وناخذ راحتنا معكم زين. الحمد لله رب العالمين، يعني استانسنا المرات الماضية وهالمرة الحمد لله شفنا فرق كبير من ناحية التنظيم، من ناحية الفعاليات الكثيرة، مسارح طبعا، وهالجو يعني المستانسين فيه بأمانة يعني جو ما. الله يعطيكم العافية. والله في الحقيقة يعني في غاية الروعة صراحة المهرجان هذه السنة، غير عن السنوات الماضية. المرة الثانية تقريبا احنا هذه نزور فيها لوحة، والمرة الثانية صراحة شفناه احسن عن المرات السابقه. الله يعطيكم العافيه ويا مرحبا والله مسهلا فيكم. طبعا اعزائي المشاهدين الحين نطلع فاصل لاذان المغرب، ونلتقيكم ان شاء الله في تكمله تغطيتنا ان شاء الله عقب الاذان باذن الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بمهرجان ربيع سوق واقف 2016. مشاهدينا الكرام، معنا في هذه اللحظة الفنان والمخرج الكبير فالح فايز. يا مرحبا ومسهلا بك يا فنان الكبير العملاق. الله يحييك. استاهل اكثر بعبد الله، مخرج وممثل وفنان فالح فايز، شرفتنا ونورتنا في. والله يعطيكم العافيه صراحه على المجهود اللي تبذلونه، يعني تقعدون من ما شاء الله عليكم من العصاري ولا يمكن من الظهر، وانتم على هالاجواء الطيبه، على هالابداع، انا اعتبره انه ابداع في سوق واقف. هذا واجبنا، مهرجان ربيع وفرح، واحنا قناه الريان حريصين ان ننقل للمشاهد او مشاهد قناه الريان كل الاجواء اللي تصير هذه، اجواء الفرح والسرور. بالعكس لميت العالم يعني صراحه، بدل الناس ما تطلع برا ولا تسافر، تحس انت تدش السوق، تحس العالم ما شاء الله فرحانه، اللي تشوف فرحانه يعني، سواء من خلال اللي بيروح السيرك، اللي بيروح الكبير والصغير، كل موجود ما شاء الله. هذا واجبنا كل. واقل ما يمكن يقدم حق المشاهدين الكرام، حتى الله. اخواننا في قطر والسياح، اي حد يقصد سوق واقف راح يحصل كل شيء موجود الحمد لله. لكن انت قاعد تقول ان احنا نشتغل وكذا، انتم بعد اذا عندك مسرحيه استاذ فالح، اذا عندكم مسرحيه ما ترقدون ليالي؟ لا طبعا لازم، لان هذا 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 واجب، هذا نتفق عليه، هذا واجب. نعم هذا واجب، ومثل ما تقول شنو، ان انت تخلص لعملك. صحيح طبعا، لان اذا انت ما تقدم ولا تكون انت مثل تهتم في هذا العمل، اكيد بيكون هزيل يعني. لكن لما يكون في تواجد
المجد، من خلال المذيعين، من خلال المعدين، من خلال الكاست الفني اللي قاعد يشتغل، هم يقدمون شيء للأفضل. دائما نعم. نسعى احنا للأفضل. نعم احنا كل المرة الجاية نبغي منك ان شاء الله مسرحية في نفس المهرجان. أبشر أبشر نفس وقت مهرجان ربيع ان شاء الله. ان شاء الله سواقف ان شاء الله 2017 ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك يا ابو عبد الله. يعني يمكن مثل ما ذكرت كل يحاول انه يخلص ويبدع في عمله لان قطر تستاهل. لو بتتكلم عن مهرجان ربيع سوق واقف ابو عبد الله، شلون شفت انت الفعاليات؟ يمكن انا يمكن انت يمكن ما سعفك الوقت انك كنت تزور هذه الفعاليات، لكن يمكن شفتها على شاشه قناه الرجال. لو تعطينا انطباعك عن هذه الفعاليات. يعني انا بيني وبينك انا شفتكم اول ظهور لكم طبعا، زين كنت انت موجود والاخ ناصر ناصر كان موجود. كانت الأجواء وايد حلوة، يعني ودي أنا كنت بيني وبينك أنا في العزبة، ودي أطق سلفة وأرجع أوصل هني أي زين. بشوف الأجواء عجبتني، النافورة من خلال المسرح، من خلال الفعاليات اللي موجودة في السوق، سواء حتى العرضات ولا سواء الشغل اللي هو كانوا يقدمونه في الفرقة الأردنية موجود قبل شوي بعد والأردنيين اللي أقول لك شغلة يعني فرقة يعني الواحد يعني يفتخر يفتخر صراحة يفتخر في هذا المكان اللي هو قاعد كل ماله يتطور. يعني أبو عبد الله قلت انطباعك عن هذا المهرجان وفعاليات هذا المهرجان بعين المشاهد. أيوة. بعين المشاهد يعني أنت ذكرت يمكن في أمور الفرق الشعبية الموجودة سواء القطرية أو اللي جاية من برا. تعرض بين ممرات السوق. هذا الحلو هذا الحلو إنه ما في مكان عالمي. ثابت. نعم. ما في ثابت إنه شيء. أنا حتى هني كنت ألاحظ إنه في مكان في مسرح بعد. نعم. في مسرح. موجود مسرح مري هذا. أعتقد إيه في مكان. مسرح مفتوح. أيوة. فعاليات الأطفال. فعاليات حلوة. نعم. يعني هاي شيء والله اقول لك انا قاعد اطالع المسرح اقول اخي لو عندي انا شغل ولا شيء كان يتقدمت حق الناس هذه على الاقل اي شيء يعني على الاقل ان تلم العالم هذه لان انت قاعد يعني شنو تخدم تبي تطلع بصوره حلوه هي الصوره حلوه طبعا بلا شك بس احنا نبي الافضل دائما نبحث عن الافضل. بقول لك شيء استاذ فادي تقدر على الاقل كاركتر سعدون كاركتر سعدون اللي احنا كنا نشوفه في التسعينات تقريبا في الثمانينات في الثمانينات الاستاذ فالح فايز القدير هو سعدون هو سعدون او صاحب شخصيه الله يذكر محمد سعدون الكواري بالخير الله يذكره بالخير كان يقول معقدني معقدني سعدون طلع من المدرسه للمدرسه بعد راح اقول سعدون عليه سعدون يا سعدون بس عليه محمد سعدون اي والله بس عليه نعم انا ودي اسالك استاذنا الكبير فالح فايز يعني عن مدينة الحكايات يعني هذا العمل قدم نجاح كبير نبغى نعرف يعني تفاصيل أكثر عن مدينة الحكايات. مدينة الحكايات طبعا المكتب الهندسي ما قصر معي ولا قناة الريان ولا مسرح الريان الكل طبعا وقف وياي الحمد لله لأن هي كانت التجربة الأولى لمنتج قطري يعرض عرض في أيام العيد يعني وهو كان في حتى التخوف يعني أن وصول الناس للمسرح لأن الناس تعودوا على مسرح قطر الوطني على مسارح ثانية وكان معروض على للعلم مسرح الريان اللي موجود في مسرح سوق واقف سوق واقف مسرح الريان هذه كانت شوية اللي هي أنه وصول الناس لك يعني توفيق من رب العالمين طبعا يعني والإخلاص للعمل طبعا أنت لما تكون مخلص لعملك تحاول تبذل كل ما أوتيت من قوة من مجهود أن أنت تطلع هذا العمل بصورة جيدة الحمد لله مرت الأيام ومر العرض من أحلى ما يمكن كان معكم طفاش؟ ها؟ كان معي علي الغرير اللي هو طفاش وكان معي الولد اللي هاي أمير دسمان حكة حكة وأبرا ومجموعة كانوا من هالقطر يعني موجودين والحمد لله توفيق من رب العالمين يعني إنه مش العمل عرضت 12 عرض يعني كانوا من أحلى ما يمكن يعني والناس إلى الآن تتذكر المسرحية وتقول لك يعني نبي مثل هالعمل مسرح الريان ذكرت أنت نقطة أبو عبد الله إنه شلون يوصلون إلى المسرح أيوة وإحنا الحين وإحنا نكلم مشاهدين الكرام هم يشوفوننا الحين شلون يوصلون إلى فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف البعض منهم يقول والله زحمة يمكن ما أقدر أوصل بالعكس أنتوا اللي يشوفون هذه الزحمة يعني طرق السير والسيارات دليل يعني كنا ملتقين مع علي بن حمد المري رئيس قسم شرطة الشرطة نعم. وكان مسهلين ومدللين كل الصعاب وعندك المواقف احنا الحديقه اللي احنا موجودين عليها مشاهدينا الكرام تحتها ما يقارب 2000 موقف سوق مسجد الشيوخ عندك تقريبا ما يقارب 1500 موقف ودخول السيارات وخروجها كلها بدون زحمه في دوريات سيارات في دوريات راجله وعندكم الدليل بعد نعم الدليل السواق نعم اللي نعم موجودين يعني الاستشاره والله فلا حد يتكاسل انه يجي هذا لا 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 بالعكس يعني اقول لك انا الحين احس ما شاء الله الناس
يعني مثل متوزعة في السوق. نعم. يعني وبكثافة. نعم. هذا الزين أنه بكثافة، ما تقول لنا شوية يعني. نعم. يعني لا تحس مثلا في الحديقة ما شاء الله في ناس. الفعاليات منتشرة في السوق. أيوة في السوق. نعم. كل ما تروح مكان بتحصل لك فعالية وبتستمتع فيها صراحة. نعم. نعم. حمستمرين معك أستاذنا القدير فالح فايز، ولكن عندنا بعد أخونا أحمد الشمري له جزء ونصيب في هذا المهرجان. أحمد الكلمة عندك، أنت موجود في فندق دافيلي. يلا تمثل يا أحمد. عندك. يلا عندك. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا لكم في فقرة حياكم في سوق واقف، وفعلا حياكم في سوق واقف. تعالوا زوروا سوق واقف واستمتعوا، وان شاء الله يا رب كل المتصلين المره هذه يكونون اكثر تركيز، اكثر حماس، اكثر سرعه. احنا يا جماعه الخير ليش قاعد نختار اول اجابه على طول ونحاول نكون سريعين؟ نبي عندنا 12 باب مستعدين نخليها 100 باب، بس اهم شيء تجاوبون، كونوا سريعين شوي على اساس ان نقدر ناخذ اكبر عدد من المتصلين. في ناس واجد قاعد يقول ما قاعد يردون علينا، قاعد يقول قاعد نحاول نتصل ما يطلع خط. احنا نحاول ناخذ اكبر عدد من الاتصالات، ما نقدر نرد على الكل بدايه البرنامج عسى ما ينطرون طول وقت البرنامج، ولا سمح الله يعني ما يكون في وقت او شيء وما ناخذهم عقب الناس تزعل. فاحنا قاعد نحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخذ كل المتصلين والكل يشارك معانا ان شاء الله. يمكن تسمعون الان وتشوفون هذه الفرقه الاجنبيه، فرقه جدا جميله وحيويه، شوفون حماس وحيويه، العيال الصغار جدا بيستانسون على الفعاليات هذه. فتعالوا زوروا سوق واقف، الفعاليات هذه تستمر معاكم لين تاريخ 14. تعالوا وشوفوا واستانسوا، والاجواء هذه لا تفوتكم يا جماعه الخير. شوفوا العيال الصغار ما شاء الله داخلين مع بعض، داخلين في الفرقه، اجواء جدا جميله، فرق عديده متنوعه في الفرق الاجنبيه هذه وغيرها من الفرق. سوق واقف كل ماله قاعد تزيد الزحمه فيه. تعالوا زوروا، خلوا لكم مكان في سوق واقف ونصيب في هذه الفعاليات الجميله. الحين بعلي صوت زيادة لأن الفعاليات شوي زادت وراي. معانا نورة من العزيزية، حياة الله يا نورة. مرحبا. مرحبا بك يا نورة، شلون يا نورة؟ زينة. إن شاء الله دوم يا نورة. نورة حلوة الفعاليات اللي قاعد تشوفينها؟ نعم. حلوة؟ إيه. روحي قولي لأمك تشوفوك، يلا ودوني سوق واقف، زين؟ زين. إن شاء الله. يلا نورة. نعم. تربحين السؤال الذهبي اليوم؟ إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله بدأت تروح يا نورة. يلا يا نورة بطلع لك البيبان قدامك على الشاشة، شوفي أي باب اللي وراه السؤال الذهبي. هاي يا نورة، تسعة؟ تسعة. أنت اخترتيه ولا حد جنبك اختاره؟ زين قولي بسم الله وافتح يا باب بصوت عالي. افتح يا باب. افتح يا باب، الحق ما تلحق. الحق ما تلحق. نورة. ساعدني. ابيك تتعلين صوتك. ساعدني. ان شاء الله بساعدك. ابيك تكونين سريعة طيب؟ نعم. عندك خمس أسئلة. جاوبي عليها وان شاء الله تربحين 3000 ريال. مستعدة يا نورة؟ مستعدة. نورة سؤالك الأول يقول: يحتفل العالم في 20 يناير من كل عام باليوم العالمي لكبار السن، صح أم خطأ؟ خطأ. 1000 ريال. استوحت محلات سوق واقف أسماءها من أماكن وأحياء ومحميات قطرية ومسميات تراثية، صح أم خطأ؟ ممتاز. 1500. منتجع الغارية يقع جنوب البلاد، صح أم خطأ؟ خطأ. يا سلام عليك يا نورة. الميرة، كلمة تراثية تعني قديما شراء كميات من المؤن، صح أم خطأ؟ ممتاز. يوجد في فندق البدع في سوق واقف مطعم لاباز الإيطالي، صح أم خطأ؟ قالت صح وربحت 3000. وتحياتي لك يا نورة، ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن.
عليك يا نوره، ما شاء الله تبارك الرحمن، ابيكم كلكم مثل نوره يا جماعه، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما توقعت انها تجاوب على كل الاسئله، كانت سريعه، متاكده من اجاباتها، واثقه من اجاباتها، كانت اجاباتها متنوعه صح وخطا، وجاوبت عليها كلها صح. سلام عليك يا نوره، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظك ويخليك لاهلك. اجواء حماسيه جدا، اجواء قمه في الروعه. بننقل لكم الاجواء مع اخوي محمد الشهراني من سوق واقف. محمد الكلمه عندك. يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم تغطيات المستمره للفقرات المتنوعه في سوق واقف. مثل ما تشوفون العوائل مجتمعين على احدى العروض لفرقه الاضواء. طبعا هذه الفرقة مستمرة فعالياتها على ده. ايضا في فرق ثانية راح تنوع مثل عرض المهرجين وعرض جسر الالعاب. راح اخليكم مع العرض، مشاهدة ممتعة. حياكم الله مجددا، رجعنا لكم. وانا من الصوت لاني ما اسمع وراي الفرقه، ما شاء الله تبارك الرحمن على الناس وكميه الناس اللي قاعد يسوق واقف. اجمل شيء يا جماعه الخير، اجمل شيء ان قاعد نشوف من جميع الجاليات، سواء من الخليج، من برا الخليج، من دول العالم كلها، اجانب وعرب، حياكم الله جميع في بلدكم الثاني قطر وفي مكانكم محلكم. سوق واقف هذا المعلم التراثي اللي له اكثر من نص قرن ولحد الان محافظ على جماله في بناء في البنايات الجميله اللي فيه اللي تم تجديدها في 2004، وايضا محافظ على الروح الجميله اللي فيه المتنوعه اللي تمشي في مرات سوق واقف. مر عليك لبنان، سوريا، الاردن، السعوديه، قطر، من المحلات اللي موجوده فيه اللي كل محل متميز بطابع معين ولبس معين وعادات وتقاليد متمسكين فيها المحلات على اساس ينقلون للناس ثقافتهم عن طريق سوق واقف، هذا المعلم الجميل اللي موجود في قطر. وحياكم الله، ولا احد تفوتها فرصه زيارة سوق واقف. يعني ما شاء الله الناس قاعد تجي من برا وتزور سوق واقف. انتم اللي في بيوتكم، قوموا من بيوتكم وحياكم سوق واقف، استمتعوا واستانسوا بالفعاليات اللي موجودة في سوق واقف. خلونا نرجع لاتصالاتنا. من معانا؟ منيرة. منيرة، الو. يا مرحبا يا منيرة. هلا مرحبا، شلون انت منيرة؟ خير الحمد لله. منيرة، هلا. شنو أكثر شيء حبيتيه في الفعاليات اللي شفتيها؟ قاعد طالعين تلفزيون صح؟ صح. شنو أكثر شيء حبيتيه؟ كل شيء. خاطر سجين سوق واقف؟ اي. حلو، ممتاز. يلا تعالي شوفي سوق واقف والفعاليات اللي موجودة فيه واستمتعي، ترى فيه مسابقات وحركات وشيء حلو. يلا إن شاء الله يا رب تزورون سوق واقف وتستمتعون فيه. يلا توكل على الله، البيبان بطلعها قدامك على الشاشة، اختاري لك باب. هذه البيبان قدامك، عندك من 4 و5 وعقب من 7 و8 وعندك 10 و11 و12. أي باب تبين؟ 10. منيرة شو تتوقعين ورا باب رقم 10؟ 12 ولا 12؟ 10 10. طيب 12 ولا 10؟ 10. خلاص اثبت. نعم منيرة، مو تسوي لي كذا يوم اسئلت. يلا اختاري شيء. باب رقم 10 افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، عندك إجابة واحدة فقط لا غير، ركزي وهلا هلا بالركادة شوي وعقب جاوبي. طيب 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 زين، سؤالك يقول عندك حد يساعدك جنبك أول شيء؟ إي. زين زين،
الحين بسألك السؤال زين وبيت على راحتك في الجوابين. طيب طيب سؤالك يقول في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم المطبخ؟ في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم المطبخ؟ خلي جوابك اول شيء، خلي تفكري وقولي اجابتك بعد ما تفكرين، لان اجابتك هي اللي بعتمدها. في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم المطبخ؟ مطعم جدا جميل، اكلاته منوعه ولذيذه، انا كليت فيه، مكانه مميز، اطلالته جميله. يلا منيره، ما عندك وقت، يلا جاوب. في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم المطبخ؟ عندك 10 ثواني، جاوبي قولي لي جواب بسرعه. العرب الغطريه. شلون؟ العربيه القطريه. قلتوا اجابتك غلط. ولا فندق الرمال. انت غلطتي، اجابتك غلط ووقتك خلص اصلا، وما في فندق اسمه القطريه العربيه. محمد مرحبا. الله يرحبك ابو جاسم، شلونك؟ الله يعافيك ويسلمك، حياك الله يا محمد. محمد معك. يا مرحبا بك يا محمد. السؤال انتقل لك ولازم تجاوب، سؤال جدا سهل. في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم المطبخ؟ في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم المطبخ؟ المفروض انك كنت مركز والاجابه كانت عندك، لان قبلك كان في متصل، اخذت وقت طويل. يلا محمد معك، عطني جوابك. في فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم المطبخ؟ اي نعم، الجواب هو فندق الرميلة. فندق الرميلة، نثبت الإجابة؟ ثبت. يا جماعة في فنادق واجد، ليش اخترت الرميلة؟ لأن في مطعم المطبخ. يا سلام عليك، 1000 ريال تستاهل. 1000 ريال، وانصحك فيه، مطعم جدا مميز، مكانه مميز، يقدم الأطباق الشهية بالهواء الطلق، وطلالته جدا جميلة، وعلى فكرة من أحد إطلالاته قناة الريان. ألف مبروك، 1000 ريال. فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياة الله يا فاطمة. يعطيك العافية، الله يحييك. الله يعافيك يا مرحبا بك، شلونك يا فاطمة؟ خير الله يسلمك. وشلون مهرجان الربيع معاكم؟ والله الحمد لله. أجواء خيالية أعتقد، ها؟ إن شاء الله، إي روعة صراحة. والله أنا صراحة من أحد الأسباب اللي تخليني دائما متحمس معاكم ومتفاعل ومبسوط، الفعاليات اللي أنا واقف هنا في مطعم ذا فيلج على شرفة مطعم ذا فيلج، وقاعد أشوف الفعاليات الجميلة اللي تمر علي، غير طبعا السرك وما شاء الله القرود مسوين جو هناك. فاطمه هلا والله، اتمنى لك التوفيق، والبما انك تطلع قدامك على الشاشه بتختارين الذهبي ولا على الطاير، ولا الحق ما تلحق قبل لا تختارين الباب؟ يلا الحق ما تلحق يا رب. الحق ما تلحق ان شاء الله، ليش مو الذهبي ما ادري، بس يلا نتوكل على الله. وين الباب اللي وراه الحق ما تلحق؟ ما ادري، محتاره بين 4 و5. بين 4 و5، اوه يعني اخترتي لان او في الحق ما تلحق في 4. حلو، في صفه من 1 لين 6، انت اخترتي 4 ولا 5. يلا اي باب؟ ان شاء الله 4. 4 فاطمه، من الحين تاخذين وقت طويل، ها ركزي. يلا باب رقم 4 افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير.
انزين الله. سؤالك يقول في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم الشرفة؟ مطعم الشرفة؟ نعم، في اي فندق من فنادق سوق واقف يقع مطعم الشرفة؟ مطعم الشرفة والصراحة عندنا 9 فنادق. المطبخ قلنا في الرميلة، مطعم الشرفة وين؟ لأني عرفت الأول صحيح، يعني الثاني هذا ما عرفته. يلا ما أدري. استحيلك. الجواب اللي بتقولينه بثبته. زين أعطي أسامي الفنادق أصلاً. أعطيت أسامي الفنادق؟ إيه لا هنا في تحوطة. يمكن. 9 فنادق. 9 فنادق وما عندك وقت، لو بقولهم كلهم بيخلص الوقت. الجمرك؟ ما سمعت. قولي اجابتك. الجمرك؟ ما ادري ايش اقول لك صراحه، يعني المفروض ان احنا عارفين فنادق سوق واقف واللي فيها، المفروض احنا زايرين الاماكن هذه، لكن ما ادري ايش اقول لك. ما اقدر اقول لك غير احسنتي و1000 ريال فندق الجمرك، اجابتك صحيحه. ممتاز. يعطيك العافيه. ممتاز، الله يعافيك، ما شاء الله عليك، شكلك شكيله، عرفتي فندق المطبخ وعرفتي فندق الجمرك. فندق المطبخ؟ مطعم المطبخ. زين، الحين بنطلع معاكم فاصل قصير وراجعين لكم، لا تحركوا من مكانكم، اتصلوا على 5 4 1 8 1.
مرحبا مسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم على شاشتكم، شاشة قناة الريان في عرض فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف. نشوف بعض العروض مشاهدينا الكرام الحية اللي تاخذها كاميرات قناة الريان توصلها لعندكم لين بيوتكم. في عروض كثيرة مشاهدينا الكرام، مثل عرض المشاه المضيئة، في عرض جسر الألعاب، في عرض المشاه والفراشات العملاقة، في عرض القفز، عرض الحمام، عروض كثيرة مشاهدين الكرام. تقدرون تحصلون على مواعيد هذه العروض عن طريق الموقع الإلكتروني أو بزيارة سوق واقف، تقدرون تحصلونها على من خلال مكتب الإرشاد السياحي. وما زال معنا ضيفنا المخرج الفنان والممثل فالح فايز. فالح، في هذه الأجواء الجميلة ودنا أن نتذكر أجواءك أنت الجميلة في بداية مشوارك وتعطينا بداياتك الفنية. البدايات طبعا بس نبغاها بصراحه. اي بصراحه بصراحه. طبعا لان تخبر اول يعني انت ما لحقت، يمكن في الفترات القديمه هذه احنا كنا يعني مثلا في البيت ولا في الفريج في تلفزيون واحد في بيت معي ولا شيء. انا دائما يا عندنا يا في الاسبوع مثلا الوالد الشهر يجيب لنا سينما في البيت ويعرضها، تلقى الفريج كله اللي فوق السطح اللي مني يشوف السينما، كلنا يشوف السينما. انا كانت عندي هذه مستمتع عليها الشغلات، اشوف الممثلين اللي يطقون بعض اللي ما ادري ايش يسوون هاي. حاولت ان انا اجمع لي مجموعه من الشباب، يعني ما شاء الله اللي يمكن حتى وكيل وزاره اللي هذه زين، جمعت لي هذه المجموعه من الشباب وبدينا نشتغل ان نسوي لنا مثل مسرحية. عمل مسرحي بس خفيف، يعني مثلا الاهل يروحون مثلا يبي يطقون الشمال ولا راح اول حتى سوينا في الحوش، حوش البيت في الحوش في الليوان في الليوان نسوي في الليوان اني انت يجمع احنا الشباب وني وندخل الشباب اللي هم الليوان هو ستيج المسرح. ها ستيج المسرح طبعا، ويجيب لي برده من الحاف هاي وخلي واحد من الرابع يعني واحد يتذكرني يقول لي يا اخي لا تاتني ارحمه غانم رميحي ونادي خطر يذكرني بالخير. انا اير لكم الستاره، افتح ستاره افتح ستاره يعني كذي زين. وين سوينا الاعمال هذه هني عيال الفريج. انا صارت لي كنت مستمتع لما اقعد في الـ في الـ في الـ الغرفه اول تخبرت الدرايش يعني مثل شنو الخشب يعني فيها شقوق، لا فيها شقوق موجوده مشقق يعني هاي مكسره مني مش بالضبط يعني الدريشه الخشب لان خشب متواكل من الشمس ومن الحراره من المطر من تجي الاضاءه يعني قصدي سوري الشمس تجي تضرب فيها تعطيني خيال في الغرفه شكل كذي معين من اغلب الخيالات اللي يتحرك ولا لان مثلا سدره تتحرك ولا شيء يتحرك عندك تشوف شغله تتحرك. هاي هذه جاتني انا الرغبه ان انا ابي اشتغل مسرح. هاي نظره الفنان. اي جمعت هذه المجموعه طبعا وقعدنا نعرض عروض انزين نعرض العرض اوقات يبوني ثلاثه اربعه بانه الاول انا هذه الان ادخلهم الان هذه يدخلون يعني أربعة خمسة إخوان عائلة أنت إخوانك يلا بانا وني بنجمع هاي لانا وبعدين هي أقسمها بيننا وبين إحنا الجروب اللي اشتغل. ها كنت هذه عصير بنص ولا شيء؟ لا أي عصير يعني كنت تجاري من عادك صغير. أي عصير تجيب لك وايد نص وايد النص أنا أنا ربيان بوفنهل تجيب لك هاي تشيبس تجيب لك عسكريم عسكريم تجيب كل شيء دل عمرك دل عمرك. كانت عسكريم ولا عسكريم؟ احنا قبل نقول عسكري 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 تحس بردته لما يقول عسكري 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 عاد صارت هذه الرغبه عندي. بعدها طبعا كنا من خلال الكشافه تولعت قمت اغني اغاني مونولوجات يعني اخذ المونولوج هذا احاول اطوره اسوي لي كنت انا مشهور بهذه اللي هو زريعه تيزما اللي عنده خياش اللي عنده صحن معدن اعطي صحن صين اللي يعني صارت هذه اللي عندي المعسكرات الكشفيه صارت هذه الرغبه وقاموا الناس يعرفون اوه فالح حكاف الكشافه اليوم بيطلع بيغني وش بيسوي اخذ اي في الفريج زين اعمل لي الله يعزكم مال الجاعد مال العنز ولا الخروف اسوي لي لحيه زين اتمشى فيها في الفريج اطلع كذي انه واحد شيبه يتمشى ويطالع الناس بدت هاي شنو هالشيطان هذا الصقره بديت عاد عندي هذه في بيت مثلا مثل مهجور بيت يعني ناس طالعين منه
ويبنون بيت ثاني ولا شغله، اقول لهم اليوم المسرحيه بقدمها هني، اجيب اريد ويجمعهم انه يقدمونها. وصارت بعدين من خلال الانديه الصيفيه وتطور تطور لين المسرح ما مسرح والامور طيبه يعني الحمد لله. الحمد لله. الحديث معك مستمر الفنان القدير. مستمر وممتع. وعاد الاسئله لحد الحين مستمره وقاعد نسولف معك. لكن ننتقل مشاهدينا الكرام الى نديم قناه الريان غانم العلي. غانم الكلمه عندك. شكرا لك اخوي حمد ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه من ساحه الحمام. الحين محطه ثانيه ومحطه جديده من عروضنا واللي هي مشاهدينا الكرام عروض البوني. اخترنا لكم مجموعه من الشباب والاطفال وعيالنا الصغار اللي قاعدين يجربون البوني وياخذون هذا هم التجربه الجديده مع الخيل وان شاء الله نشوفهم فرسان. يا هلا ومرحبا فيك، عرفني باسمك. ناصر جبران ناصر اللي يا هلا ومرحبا فيك يا ناصر. اشوفك ما ركبت، اخوك اللي ركب صح ولا لا؟ اي صح. انت عندك خبره في الخيول؟ لا والله ما عندك خبره. شايك تجرب على البوني وان شاء الله في المستقبل تكون فارس ان شاء الله. والله يكون فارس ان شاء الله. زين انت وين رحت هني في سوق واقف؟ شنو العروض اللي انت حضرت لها؟ رحت عند الثعابين وهاي الغرد ورحت السينما اللي هناك وركبت اخوي كان لنا يصيح ركبته على الخيل. اوكي الله يعطيكم العافيه، اتمنى لكم. يلا الحين تقدرون تروحون توكلوا على الله. الله يحفظكم ان شاء الله. سم ما قصرتوا على هاي. الله يسلمك الله يسلمك ويعافيك، توكلوا على الله. نشوف بعد مشاهدينا الكرام ايضا مجموعه من العيال الصغار اللي شاركوا. نبدا بالبنيه الحلوه الصغيره، شو اسمك؟ موزه. موزه يا هلا مرحبا بموزه. لعبتي في البوني؟ ها ما لعبتي؟ ليش تخافين؟ لا ما يصير ان شاء الله. نبي نشوفك ان شاء الله فارسه كبيره ان شاء الله، صح ولا انا غلطان؟ يعني تركبين ولا لا؟ انت اي صف يا موزه؟ انا ذبحني العقال والله يا اقعد يا اقوم. نحاول نقعد شوي. انت اي صف؟ واحد. صف اول يعني؟ ما شاء الله. نجحتي ولا لا؟ استانستي في الالعاب اللي موجوده هني والعروض؟ لعبتي؟ ما لعبتي؟ ليش توك جايه؟ يلا روحي لعبي، لا تفوتك العروض. عندك النافوره الراقصه وعندك سينما 7 دي كلها ينتظرونك. زين يلا الله يعطيك العافيه والله يحفظك ان شاء الله يا موزه. نتعرف ايضا على ضيفنا من سلطنه عمان. يا هلا ومرحبا فيك، عرفني باسمك. محمد بن محمود بن محمد بن حمود ورحبي. ونعم يا هلا ومرحبا فيكم من سلطنه عمان صح؟ نعم. يا هلا ومرحبا فيكم في بلادكم قطر. ايش سويت بسوق واقف؟ وين رحت؟ والله اول مره هذه. اول مره تجي سوق واقف؟ زين ركبت على البوني؟ جربت عرض البوني؟ انت في عمان تركب خيل او اي نوع يعني من انواع الخيل ولا ما تركب كلش؟ ما اركب. يلا حلوه تبدا فيها هني من الدوحه وفي سوق واقف وعلى البوني، ايش رايك؟ زين. نشوفك ان شاء الله في المستقبل فارس. زين. تنافس تدخل البطولات العالميه وتكون الاول باذن الله. امين. امين يا رب. عندك فكرة عن العروض اللي موجودة هني في سوق واقف؟ نعم. شنو العروض اللي موجودة؟ أحب أن هني الشعب القطري. إيه. بجائزة الربيع، لكن أنا سألتك سؤال ثاني، قلت لك العروض اللي موجودة أنا بعرفها لك، عندك مسرح الألعاب، عندك سينما 7 دي، وعندك النافورة الراقصة، شفتهم ولا لا؟ لا، ما شفتهم؟ يلا عاد لا يفوتونك، هاي العروض قدامك، يلا روح توكل على الله واستانس. آمين. الله يعطيك العافية. أيضا مشاهدينا الكرام باخذ آخر ضيف موجود عندنا ومساع قاعد ينطر. يا هلا حي الله حي الله الفارس، أنا اللي بقرب لك. شو اسمك؟ فيصل. فيصل شو تسوي وانت على البوني من فوق؟ في سباق هني؟ سابقت؟ لا. يلا عيل أنا باخذ بوني وبتسابق وياك وبفوز عليك. ولا أنت اللي بتفوز؟ انت اللي بتفوز ان شاء الله. اول مره تجرب البوني ولا جربت البوني من قبل؟ جربت البوني من قبل. جربته من قبل. تحب انت الخيول وان شاء الله بنشوفك فارس ومن ممارسين رياضه الفروسيه باذن الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. نجحت في المدرسه ولا لا؟ اي صف؟ ثالث. ثالث ما شاء الله عليك، من الاوائل عاد. الله يحفظك ان شاء الله وان شاء الله دائما من الاوائل. يلا روح عاد. شوف اوصيك قبل ما انا اختم، ابي اوصيك ان الحين تروح للالعاب وتتمشى في العروض والالعاب اللي موجوده هني وانت على البوني، ايش رايك؟ وموافق؟
يلا عيل يلا خلنا نشوفك رايح. يلا روح. يلا خلنا نشوفك رايح يا فيصل. يلا يا فيصل روح للعب على البوني عاد مثل ما وصيتك. الله يحفظه ان شاء الله. الله يحفظه ان شاء الله. عاد انا وصيته مشاهدينا انه ياخذ لفه كامله بالالعاب هذه من البوني. هذا اللي موجود عندنا مشاهدينا الكرام، عروضنا مستمره وعروض ومهرجانات مهرجان الربيع في سوق واقف كلها على شاشة قناة الريان مستمرة. خلكم ويانا وشوفونا وراجعين لكم إن شاء الله مرة ثانية. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية. الفعاليات متنوعة ولا زالت مستمرة وراي الفرقة النسائية تأدي إحدى العرضات الموجودة أيضا في عرض الأضواء وجسور الألعاب. حاليا بناخذ بعض اللقاءات نجس نبض زوار سوق واقف مع أحد الشباب أيضا مع أحد الموجودين. يا هلا ومرحبا فيكم مساكم الله. أقرب أقرب خلنا نص الشباب. عرفنا باسمك. محمد ناصر هاجري. ونعم أخوي محمد، إيش اللي عجبك في سوق واقف؟ طبعا أكيد رحت شفت الفعاليات، إيش اللي عجبك؟ عجبني انهم يسوون مهرجان ابانا ولجادنا الوليد ويسوون حفلات ومشاركات لعبة هذول الناس اللي ثرفوا. حلو، عجبك شيء من الالعاب اللي وراء اللي من الفعاليات العروض؟ جيت على طول هنا، جيت على طول هنا على طول. يا مرحبا، خلاص الفعاليات موجوده تقدر ان تاخذ لفه. وفي ايضا في عرض حاليا هناك لعرض الاضواء. جاي واجد وياك ان شاء الله، يعطيك العافيه. ايضا في ايضا في لقاء ثاني بناخذه ويانا مع احد الاباء ويا عياله. حياك تفضل. السلام عليكم، مساك الله بالخير. السلام، مساك الله بالنور. يا مرحبا، عرفنا عن نفسك. صالح محمد. ريم. ريم. قول اسمك. محمد. محمد، عاشت اسامي. طبعا انت جاي مع العائله، شلون لقيت الاجواء اللي موجوده؟ والله سوق واقف غني عن التعريف الله يسلمك. هذه تراثنا وتراث ابائنا واجدادنا الله يسلمك. بعدين تعرف الاهل عندهم اجازه الحين، لازم الواحد يطلعهم يونسهم شوي ويستانسون. وفي اغاني ما تلول يعني اللي سمعتها شيء طيب، اول مره انا اشوف اغاني ما تلول. وش اللي جذب انتباهك من الفعاليات اللي كانت موجوده سواء للعيال ولا الكبار؟ جذبني يا اخوي هالقطر اكثر السنه. هالقطر عوائل اكثر السنه. العام كانوا قليل. يمكن السنه كثر فتره اجازه، يمكن فتره الاجازه وكثروا الفعاليات في نفس الوقت. نعم صدقت. الله يعطيك العافيه. طبعا بنتاكد من العيال، بنتاكد. ابو محمد ابوكم طلعكم وهو وقت اجازه. عاد لقيتوا الفعاليات حلوه ولا لا؟ ها؟ ايش رايكم بالفعاليات شفتوها؟ زينه. ايش اللي عجبك؟ وين رحتي سوق الطيور؟ رحتي الالعاب اللي ورا؟ وين رحتي؟ رحنا عند هناك السوق وونسنا ابوي وشكرا له. الله يحفظ لكم. وانت ايش اللي عجبك في السوق؟ ايش اللي عجبك في السوق؟ الطيور والعرضات. العرضات؟ الله يعطيكم العافيه. عاد ابوكم بكره بيجيبكم السوق ولا لا؟ الله ان شاء الله، الله يعطيكم العافيه يحفظكم ان شاء الله. عاد الحين الاجازه وكل يوم تعالوا ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافيه وكل شكر. مرحبا، فرصه سعيده يا اخوي. ياك ان شاء الله، الله يحفظك. بالتوفيق اخوي. طبعا كان هذا لقانا مع احد الاباء ايضا ويا عياله، وكان قبله شاب وحدثنا عن اهميه الحفاظ على المرور الشعبي الموجود في سوق واقف، ايضا كثره الفعاليات سوق الطيور والكثير من الفعاليات المناسبه للاطفال والكبار قبل الصغار. وخليك ما صرت تكملون العرض الفني من الفرقه النسائيه. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام من اجواء سوق واقف اللي شفتوها مع الزملاء. يمكن لاحظتوا ان حتى كل فرقه من قسم يمكن الى قسمين، في فرقتين نسائيه في سوق واقف، واحده على المسرح وواحده موجوده خلفي امام مركز شرطه سوق واقف. اجواء جدا جميله، اتمنى من الجميع انه يجي ويستمتع بهذه الاجواء. يمكن تشوفون الان الفرقه وقفت شوي تريح على قولتهم، وهذه الفرقه طبعا تقدم الفنون الشعبيه وايضا تقدم شلون قبل
الأعراس القطرية القديمة شلون كانت الزفة وشلون كانت أعراس النسوان. هذه فرقة موجودة على المسرح أعتقد قدام قهوة عشيرج، وفي فرقة موجودة في الساحة، وأيضا الدور على سوق واقف لإحياء المعنويات العالية والوناسة في سوق واقف، الله يعطيهم ألف عافية، وغيرها من الفرق الشعبية وأيضا السيرك اللي موجود المسرح. في هناك أيضا الفرق الأجنبية للدور، والفعاليات عديدة يمكن ما يقارب 27 فعالية موجودة في سوق واقف وقابلة للزيادة. اتصالنا من ريان، يا مرحبا ومسهلا أم سعود. أم سعود مرحبا. يا مرحبا أم سعود ولا سعود؟ سعود. يا مرحبا بك يا سعود، شلونك يا سعود؟ الله يعافيك ويسلمك. يا مرحبا بك ومسهلا، الله يعافيك ويسلمك. يا مرحبا بك يا سعود، يا مرحبا بهل الريان. سعود يسلمك. سعود مرحبا. السؤال الذهبي للحين ما راح، اتوقع انه بيروح عندك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. طيب سعود بطلع لك البيبان قدامك على الشاشه، حاول تختار لي السؤال الذهبي. يا سعود 11. شو تتوقع؟ التوفيق ان الله. ان شاء الله ان شاء الله، ما ورا بيباننا الا كل خير، كلها وراها جوائز. باب رقم 11 افتح يا باب. السؤال الذهبي، يا سلام يا سلام يا سعود، يا سلام يا سعود. سعود 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 وينك؟ موجود. ادري انك موجود، وانت الحين طلع لك من ورا البيبان السؤال الذهبي، ولا في اي فرحه اي شيء ما في؟ موجود داخل القلب. هذا وقته انك تطلعها من القلب، الله يجزاك خير. السؤال الذهبي يا سعود 5000 ريال. يلا يا سعود، يلا يا سعود، ان شاء الله يا رب تطلع الفرحه اللي في القلب ان شاء الله اول ما تاخذ ال 5000. جاهز للسؤال؟ جاهز. سؤالك يقول في اي عام تأسس نادي معيذر الرياضي؟ في أي عام تأسس نادي معيذر الرياضي؟ سؤال حولك حواليك، أنت من هل الريان، معيذر جنبك، نادي معيذر الرياضي في أي عام تأسس؟ سعود لا تجاوب قبل لا تكون متأكد من إجابتك، وخلك سريع لأني بثبت الإجابة اللي بتطلع منك. يا سعود 1996. سعود ركز ركز ركز، انا قلت لك لا تجاوب الا عقب ما تتاكد من اجابتك، لاني بثبت 1996. انا مضطر اني اثبت اجابتك يا سعود، انا مضطر اني اثبت اجابتك يا سعود. سعود ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. يعني انا كنت اتمنى اني اشوف الفرح اللي في قلبك اللي تقول عليها. واسألك في أي عام تأسس نادي معيذر، نادي معيذر جنبك، تقول لي 1996. ما أدري ايش أقول لك يا سعود صراحة، ما أدري ايش أقول لك، لكن صراحة يا سعود ما أقدر أقول لك غير أنك ربحت 5000 ريال، وألف مبروك، ألف مبروك يا سعود، ألف مبروك. وأنا أدري أني ما راح أشوف الفرحة اللي في قلبك، مبين عليك ما راح تطلعها. يلا عليك بالعافية، 5000 ريال تستاهل، تستاهل 5000 ريال. تأسس نادي معيذر في عام 1996. ونروح معاكم فاصل قصير وراجعي لكم، خلكم معنا.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في الجزء الأخير من تغطية قناة الريان إلى فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف 2016. مثل ما نشوف الحين مشاهدينا الكرام، هذه فرقة معان الأردنية، فرقة مشهورة ومعروفة. أنا ما كنت أعرف، لكن خالد قال لي هذه فرقة معان. نعم يستاهلون. جزاه الله خير، الحين صارت معلومة عندي. يستاهلون. كذلك بعد نذكر ضيفنا القدير اللي معنا، الممثل والمخرج الكبير القطري فالح فايز. أنا ودي أسألك، لكن خالد عنده أسئلة بعد، يبغى يسأل. لا أنت سأل. مقول. أنا ودي أسأل يعني على كثر الأعمال اللي أنت قمت فيها الفنية، سواء كانت على مستوى المسرح أو حتى على مستوى الشاشات، أقرب عمل فني لك؟ والله كل تشوف كل دائما أنت أي عمل تقدمه يعتبر قريب منك يعني. بقرب لك السؤال، خلني عشان أحكرك في زاوية. نشوف الأعمال الفنية بالنسبة للفنان. الأعمال الفنية بالنسبة للفنان تعتبر مثل عياله. صح. ما يقدر يكره أي حد فيه. أيوة. لكن في واحد من عياله لطيف له أو يحب. يعني أنا كمسرح مثلا ممكن أنا عندي هو المسعور. زين، إنه هو كان إنه شكل جديد، هذا كمثل احترافي يعتبر. زين، المسعور عندي مسرحية أطفال كثيرة يعني قدمته، كلها قريبين لي قلبي يعني. كلهم عيالك؟ لكن التلفزيون طبعا، لأنه ممكن يكون السعودون لأنه انتشر إلى الآن يعني، يعتبر أن الناس تتذكره يعني إلى الآن. طبعا هذا وايد مقرب لي. عبد الله، كنت يعني سلفنا معاك الفقرة اللي طافت عن بداياتك وشلون وصلت إلى أنك كنت تكون ممثل. بعد ما تمرست في التمثيل وخدت الخبرة، الآن توجهت أنك تكون مخرج. هذه الخطوة إيش اللي دفعك لها أنك تكون أنت مخرج؟ هي طبعا شوف، أنت من البدايات اللي أنا كنت أقول لك الحكاية، لأن أنت تجميع الشباب، القيادة، عمل إخراج، هي يعتبر عمل إخراجي يعني. لما أنت تقود مجموعة، لا أنت سوي كذي، أنت لا لازم تسوي كذي. بدأت هذه وبدأ الحب عندي أن أنا أكثر، يمكن إحنا التلفزيون خف إنتاجه تلفزيونيا، بديت أنا أتجه للإخراج أن أعوض النقص هذا اللي هو اللي مثلا ممكن ما طلع. وبديت أشتغل في الإخراج، أجمع لي مجموعة من الممثلين يعني أنا كشركة عندي مثلا، أنتج أعمالي بنفسي دائما. نعم. أنا أحاول أنا أخرج الأعمال بنفسي، ما أخلي غيري يعني يشتغل فيه. إخراج وإنتاج. إنتاج وإخراج طبعا. نعم. لأن أنا منتج وأخرج أعمالي. ممكن تستعين فيني في كفرقة، أنا عضو في فرقة الدوحة المسرحية، وقد تستعينون فيني الشباب أن أنا بيك تخرج لنا هالعمل، إيش رأيك في عندنا عمل أطفال، ولا تبحث لنا عن عمل أن تقدر تقدمه. صارت هذه الرغبة، وهي حلو الحب هذا، أنك أنت تصور عندك كامل للعمل كله لكل شخصية. والله خالد لازم أنا أعطي هذا الدور ولازم بينفعني. أنا دور طيب. اختيار. طيب. أنا دور الشرير حمد. يعني حمد دور الشرير. يعني على اللي سواه اليوم. أيوة. أنا سوي شيء. وعليه اسمحوا لي. هي أصلاً تبين حتى من ملامح الوجه، أنا يبين على ملامح. مري مري مري. مري مري. بسيط جداً. فاجأنا صح. فاجأنا. عم مستمرين معك، خلنا ننتقل إلى موضوع ثاني بسرعة. على واحد ما قبل عندنا في المجلس دائما إذا الحكرة في زاوية. أيوة. ينتقل لموضوع ثاني. أنت حكرة بغيت تحكرني حكرة. فأنا بسوي مدلة بنتقل دور ثاني. أبو ناصر الله يذكره بالخير. نعم، ننتقل مشاهدين الكرام إلى أخونا وزميلنا أحمد الشمري، موجود في مطعم ذا فيليج. أحمد عنده فقرة حياكم سوق واقف. أحمد الله في المشاركين وساعدهم. يستاهلون. تبشر يا حمد، أنت وخالد مخرجنا الكبير ومشاهدينا ومتصلينا الكرام، لا تحاتيهم أبد، ازهلهم، أبيهم بتشدون حيلهم شوي معاي ويبشرون بالجوائز الطيبة إن شاء الله. خلونا مشاهدينا الكرام ناخذ لمحة بسيطة عن الفرقة اللي وراي، لأني أنا أحبها للأمانة. الفرقة اللي موجودة وراي هي الفرقة الأردنية، الحين قاعد يغنون أغنية دعما للمنتخب. اللهم لك الحمد، منتخبنا القطري مبدع، منتخب الشباب مبدع، وقاعد يقرنون الحين. انا اقول وهو يقول يا سلام عليهم. والله اجواء عالميه في سوق واقف يخلون الواحد فعلا يستمتع. انا كل ما يجون وراي ولا كسرهم بالفرق الباقيه، الامانه كل فعاليه جميله، لكنهم دائما ما يكونوا حيويين وفيها حركه ودبكه ويشطون حتى الناس اللي برا. تلقى العالم اللي برا شوف شلون تجمع الحشود حواليهم، الواحد ما له طريق مر، يوقف ويستمتع ويطالع وينسى نفسه. انا والله العظيم في كل فاصل اطلع فيه معاكم، اندمج معاهم واندمج مع الفعاليات
اللي كل شوي مر عليك شيء، الساحة هذه لحد الحين يمكن 6 فرق بس مرت عليها. خلونا ناخذ اتصالاتنا الحين. معانا نورة من الغرافة، حياك الله يا نورة. هلا. مرحبا يا نورة. الله يحييك. شلونك؟ زينة. إن شاء الله دوم زينة، قولي آمين. آمين. نورة. نعم. تحبين سوق واقف؟ نعم. مستانسة؟ جاهزة. ودك تجين سوق واقف ولا لا؟ هي. يلا إن شاء الله يا رب تجين سوق واقف وتستانسين بالفعاليات، في بعد ألعاب، في مسابقات، أشياء حلوة، تعالي واستانسي. يلا يا نورة. نورة سؤال الذهبي راح، لحد الحين عندنا الحق ما تلحق وعندنا سؤال على الطاير. البيبان بطلعها قدامك يا نورة. امري تدللي بس، اي باب تبي؟ عندك 5 و12 و7 و8، اي باب تبين؟ 5. شو تتوقعين؟ الحق ما تلحق. قولي بصوت عالي افتح يا باب. افتح يا باب. باب 5 افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. نورة. نعم. أنت سريعة؟ نعم. يلا إن شاء الله يا رب تكونين سريعة وتجابين على كل الأجوبة صح. جاهزة؟ إن شاء الله. إيه. جاهزة؟ إيه. يلا بدأت الدقيقة. يحتفل العالم في 20 يناير من كل عام باليوم العالمي لكبار السن، صح أم خطأ؟ ولا لحظة لحظة، هذول سألناهم. يلا أسئلة جديدة. تم افتتاح الرسمي لكلية الشرطة في عام 2010، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك غلط، ركزي. تم اختبار مدينة الدوحة لتكون عاصمة الثقافة العربية في عام 2010، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابتك غلط، ركزي. يعتبر فندق النجادة تحديث لبناء شيدة في الأصل في عام 1930، صح أم خطأ؟ صح. 1000 ريال. تقع جزيرة الإسحاط في دولة الأردن، صح أم خطأ؟ صح. جابتك غلط، ركزي. يحتوي سوق واقف على سوق خاص بالحيوانات، صح أم خطأ؟ خطأ. جابتك غلط يا نورة، جابتك غلط. 1000 ريال، 1000 ريال، جابتك غلط يا نورة. ليش اللي جنبك ما ساعدوك؟ سوق واقف، في سوق خاص الحيوانات، عز الله المستمعين. صح، في سوق خاص الحيوانات، في بالحيوانات المنوعة، وفي سوق خاص بالطيور، وفي اسطبل الخيول، في كل شيء سوق واقف. يلا يلا معوضة خير إن شاء الله. انزين، معانا ناصر. ناصر. مرحبا. الله يرحب بك يا ناصر، شلونك؟ ايش الحال؟ يا مرحبا بك يا ناصر. ناصر. هلا والله. قاعد تشوف التلفزيون؟ لا ما اشوفه. ما تشوف التلفزيون؟ لا لا. اوه شد انها طافتك الفعاليات. طافتك الفعاليات. يلا كنت بنشدك وش احلى فعالية احبها، لكن يلا. البيبانة بتطلع. ابرك الساعات، ابرك الساعات يا ناصر، تعال واستمتع واستانس. وتعش وتغد وارجع، الله يحفظك ان شاء الله. يلا يا ناصر، البيبانه بتطلع قدامك على الشاشه، اختار لي باب. نتوكل على الله. 7. ما شاء الله عليك، مستعد من الحين. التلفزيون الهوب عندي، هي ما في الا 7 و 12 الظاهر. لا في 7، 8، 12. اعطنا 7، دام احنا قلنا 7 7 ان شاء الله. توكل على الله وقول بسم الله وافتح يا باب يا رقم 7. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، جاهز؟ جاهز. يقول لك سؤالك، أين تقع قلعة مروب؟ أين تقع قلعة مروب؟ عندنا قلاع عديدة ومواقع تراثية جدا مميزة في قطر، متوزعة في جميع أرجاء الدولة. عطني قلعة مروب، وين مكانها؟ عد السؤال. أين تقع قلعة مروب؟ قلعة مروب من العهد العباسي،
القرن الثالث الهجري من العهد العباسي، قلعة جدا قديمة. أين تقع قلعة مروب؟ جوابك لأن ما عاد عندك وقت. في الساحل الغربي. عطني اسم المنطقة اللي هي فيها. قطر. الساحل الغربي. قلعة مروب أو مروب، مروب اللي هو ميم راء واو باء. أين تقع؟ عطني المنطقة. شمال يعني ولا وين؟ في أي منطقة؟ في أي منطقة؟ عطني جوابك النهائي. في أي منطقة؟ ما في الإحداثية، عطني بس اسم المنطقة والمدينة اللي هي فيها. في أي مدينة تقع؟ مالت خان. ممتاز ممتاز، في آخر لحظة جاوبت، في آخر لحظة. منطقة مدينة تخان، طبعا هي تقع شمال مدينة تخان، لو انك قايل لي تخان بعد حسبتها لك صح. يلا ممتاز. الحين خلونا نرجع للفعاليات شوي مع اخوي محمد الشهراني. مسيت بالخير والكلمة عندك يا محمد، عطنا الجديد. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، هلا اخوي احمد، امسي عليك بالخير وامسي ايضا على المتسابقين اللي يكلمونك، واقول اللي متصل اخر واحد وخذ الجائزه في اخر لحظه اقول له مبروك وتستاهل، واقول لهم يتصلون فيك، المسابقات واجده والجوائز واجده. اما انا حاليا انا متواجد من مركز سوق واقف للفنون، هذا المركز اللي تم تطويره في نهايه 2012 ويهدف للحفاظ على الموروث الفني والثقافي لدوله قطر. طبعا راح نتعرف بشكل اكبر على الفعاليات اللي موجوده ايضا على هذا المركز مع الفنان مسعود البلوشي، عضو في مركز سوق واقف للفنون. يا هلا ومرحبا فيك ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يرحب فيك وحياكم الله في سوقكم ان شاء الله. الله يحييك اخوي مسعود. بشكل عام هذا المركز ومكانه المميز في سوق واقف، حدثنا عن اللي موجود داخل، بعضهم ما يشوفه من برا بس ما يدري ايش اللي داخل. والله وداخل اكثر شيء تعليم فنون اساسيه، وفي نفس الوقت احنا نسوي فعاليات على ما يعني السوق احيانا يسوي مهرجان مثل مهرجان الربيع او اليوم الوطني او اليوم الرياضي، احنا بالعكس نسوي فعاليات. وما يخفى عليك يعني احنا بادين يعني من مثل ما قلت انت من عقب 2012 يعني، فالحمد لله بالعكس يعني برا عوهني، نتكلم عن فنانين تشكيليين، بالعكس احنا لنا سمعه حلوه وطيبه بين الفنانين التشكيليين. وهي بالنسبه للجمهور طبعا هو منا وفينا، اداره السوق ما تقصر صراحه، يعني تجذب جمهور وايد للسوق. و يعني كمسمى مركز سوق واقف للفنون يعني يعني يدخل يتفرجون، احيانا يتوقعون عندنا الرسم يكون يعني عادي لكن بالعكس احنا عندنا اكاديميه اساسا، يعني شبه اكاديميه. حلو، وانا للامانه اهنيكم من عام 2012 الى الان في فتره وجيزه انجزتم من خلال الفعاليات، وهذا الشيء يحسب لكم. انت تكلمت بخصوص الرسم، طبعا اظن عندكم فعاليات حاليا بخصوص سوق ربيع سوق واقف المهرجان اللي هو الرسم على الزجاج وغير من الفعاليات. نعم احنا عندنا تضامنا بعد مع الربيع والاجواء الحلوه والطيبه في دوله قطر، وفكرنا السنه نسوي اللي هو كشته. تلاحظ العوائل والشباب هاي يروحون الرواد يروحون، احنا بنفسنا سوينا رحله كسوق واقف الفنون وخذنا معنا رسامين وباحثين في الارض وفي القاع في قطر وصورنا، وبدت معنا فكره اللي هي كشته، هي رسم الكشته واللي هو رسم واقعي. اي رسم واقعي، احنا عندنا هنا ملتقى اللي هو الرسم بالزيت وفي اللي هو الخط العربي اللي هو خلفنا بالضبط. بالضبط اي، وعندنا الخط العربي بعد نهتم في اشعار الربيع، ما قيل في الربيع من الشعر، من اشعار ما اشعار. وعندنا ورشه اللي هي بالقزاز، المكتبين بالقزاز، وعندنا ورشه
التلوين على الوارد وما واردوها يعني. الله يعطيكم العافية. بشكل عام الفعاليات لها أوقات معينة ولا بخصوص مشاهدين قناة الريان اللي حاب يحضر واللي حاب يتدرب وياك واللي حاب أيضا ملتقى الفنانين القطريين؟ أول شيء أحب أضيف حاجة، ترى عندنا بعد قسم أطفال في حديقة السوق واقف اللي هو مكان المشاهدة الشيراتون اللي هو مكان العاصمة سابقا يعني. والورش تبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 10 وحياهم الله في أي وقت، سواء عندنا هنا في مركز سوق واقف الفنون أو في الحديقة اللي هو الفرع مالنا هناك للأطفال. الله يعطيكم العافية، بيض الله وجيكم، كل التوفيق لكم إن شاء الله. وجهك أبيض، الله يرحم والديكم، ما قصرتوا وحياكم الله في أي وقت، أنتم الجمهور. الله يحييك الغالي. طبعا اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه هذا اللقاء مع اخوي مسعود بلوشي الفنان في مركز سوق واقف الفنون، مثل ما ذكر هناك في مثل الفعاليات للاطفال في حديقه السوق واقف اللي وراء، اللي موجود فيه ايضا فعاليات اخرى، وذكر ايضا عن ملتقى الفنان القطري اللي موجود والرسم الواقع اللي يدون ايضا فيه اكاديميه داخل هذا المركز. المعلومه الاخيره، المركز هذا عباره عن طابقين، انتم عليكم من برا ولكن ادخلوا وشوفوا استكشفوا ايضا الديكورات الجميله اللي داخل. هذا كل اللي عندي حاليا، وانتظرونا ان شاء الله اذا في طلعات جايه. شكرا لك يا محمد، وشكر موصول لكل ادباء قناه الريان اللي كانوا متواجدين في كل هذه الفعاليات. معنا ضيفنا داهمنا الوقت، وصلنا لنهايه هذا اللقاء الممتع في هذه التغطيه. ابو عبد الله، كلمه اخيره توجهها لمشاهدين قناه الريان بخصوص هذا المهرجان، مهرجان ربيع السوق. انا اوجه كلمتي طبعا، لان انا اقول لا حد يفوت هالمهرجان. يعني السنة طبعا المهرجان كثرت فيه الفعاليات متنوعة للعائلة، للأطفال، للكبار، الكل يعني حتى المقيم يعني يستمتع. بالعكس يعني فرجة حلوة، يعني بدل أنت مسافر واحد تعنف هني عندك، يعني وفرت لك الدولة، وفروا لك إياه اللي هو المكتب الهندسي، ولا مثلا قناة الريان، ولا مسرح الريان، سوق واقف وفر لك كل الإمكانيات وسهولة الوصول لكل الفعاليات، سواء من خلال حتى المواقف، من خلال ممكن توقف سياحيين، كل شيء، كل شيء، رجال الأمن موجودين. بالعكس يعني شيء أنت تمشي وأنت مرتاح، ما تحس حتى وأنت تمشي مش متضايق، يعني مستمتع، يعني تلفت يمينك يسارك. نعم. أنت نعم. كل الأمور هذه. نعم. طبعا نعم. أنا أشكركم أنتوا، يعني انتم ما قصرتوا يعني صراحه يا حمد بريدي حمد عيدة بريد نفس الشيء، وخالد فيسي ما قصرتوا، والكاست الفني اللي موجود معاكم صراحه بالعكس واجب. يعني استمتعت انا معاكم، يعني احنا استمتعنا معاكم، مر الوقت يعني ما حسينا فيه. اشكرك جزيل الشكر، الله بيض الله وجهك المسرحي فالح فايز، شكرا جزيلا لك. شكرا ما قصرت، كذلك الشكر موجه الى اخواني احمد الشمري وغانم العلي ومحمد الشهراني اللي كانوا موجودين في اجواء في سوق واقف. ينقل لكم مشاهدينا الكرام الاجواء، فعاليات سوق واقف لا زالت مستمره وتستمر الى ما بعد الساعه 10 في الليل. اللي ما شاف الحلقه هذه من برنامج التغطيه الخاصه لفعاليات مهرجان ربيع سوق واقف 2016 يقدر يشوفها على قناه الريان 2 الساعه 2 الفجر. شكرا لكم وفي امان الله، مع السلامه.